بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجيه الكريم وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الجزء الأول من محاضرة الدايابيتس. الدايابيتس من الموضوع المهم جدا، يعني سواء يعني انت كدكتور باطنه، انت بيبقى في ناس بيبقى شغلها الاساسي هو الدايابيتس، سواء عشان شغلها في مستشفياتها او شغلها في عياداتها بيبقى هو ده الشغل الاساسي بتاعها. فلازم تكون فاهم الدايابيتس كويس، وتبقى فاهم الموداليتيز بتاعت التريتمنت بتاعتك مظبوط، ازاي تو ابروتش البيشنت ويز دايابيتس وتكفر هيم، لان الدايابيتس از يونيفرسال ديزيز، اتس نوت جاست ا ميتابوليك ديزيز. ففهم الدايابيتس مهم، والميديكيشنز بتاعتها كتير، وفي ابروتشز مختلفه للعلاج. فانت بتحاول ان انت دايما تابديت نفسك على الريسنت جايد لاينز عشان تقدم للعيان ذا بيست سيرفيس ذات يو كان، وفي نفس الوقت عشان تبقى متمكن يعني من النقطه بتاعتك. يعني زي ما قلت لحضرتك، في ناس بتبني الليجاسي بتاعتها از فيزيشنز على ان هم بيقدروا ما يعملوا مانجمنت للدايابيتس كويس. ما فيش حد منا، كلنا ما عندوش حد في اسرته يعني الا وكان بيعاني من المرض ده، وما فيش حد منا اشتغل الا وشاف الكومبليكيشنز الفظيعه بتاعه الدايابيتس ديت از ديزيز. فعشان كده ده برضه بيأكد ان هو ديزيز مهم، والتعامل معاه لازم يكون بفهم عميق جدا للموضوع بتاعه والديفرنت موداليتيز في التريتمنت بتاعه. خلينا في الاول كده ناخد نظره متعمقه شويه على الديابيتس، من ناحيه هي الديابيتس، الديفينيشنز، الدياجنوستس بتاعها بيتعمل ازاي في الديفرنت سيتويشنز، الكلاسيفيكيشن بتاعتها، وبعد كده نبدا نبيلد اب النولج بتاعتنا وندخل على هاو تو مانج الموضوع بتاع الديابيتس ده. المحاضره الجايه هتبقى محاضره اعمق شويه من كده، لان هيبقى فيها ابروتش، مش ابروتش للديابيتس از ميديكيشنز، ولكن ابروتش للديابيتس از ا بيشنت. تمام؟ طيب بيسكلي، واكيد كلنا عارفين ان الدايابيتس اتسلف از ا ديزيز، يعني بيبقى سببه الاساسي ان في مشكله في الانسولين، سواء المشكله دي عباره عن ابسولوت انسولين ديفيشنسي ده بيعمل تايب 1 دايابيتس ميليتس، او بيبقى ريلاتيف انسولين ديفيشنسي زي اللي بيعمل تايب 2 دايابيتس ميليتس. فمشكلتك الاساسيه ان البيتا سيلز اوف لانجرهانت الموجوده في البنكرياس مش بتقدر تطلع انسولين كفايه، او مش بتقدر تطلع انسولين خالص. ولكن صديقي العزيز، لو بصيت الدايابيتس من المنظور دوت فهو منظور قاصر جدا لحقيقه الدايابيتس، لان الهايبر جلايسيميا اللي بتنتج عن الانسولين ديفيشنسي دي سواء كانت ابسولوت او ريليتيف انسولين ديفيشنسي ما هي الا اسبكت واحد من الاسبكت بتاعت الدايابيتس، ما هي الا جانب واحد من الجانب بتاعت الدايابيتس. الدايابيتس مرض ثلاثي ورباعي الابعاد، تمام، مش متعلق بس بالهايبر جلايسيميا اتسلف. وحضرتك لو تعاملت مع مريض الدايابيتس از ا بيشنت اوف هاي بلاد شوجر بس، يبقى انت كده بتعالج المريض دوت من جانب واحد فقط، وبالتالي هيبقى في قصور في المانجمنت اوف ذا بيشنت زي ما هنشوف قدام. فهم الجزئيه دي مهم جدا عشان بعد كده تبيلد اب المانجمنت بلان بتاعتك مظبوط في البيشنت ويز دايابيتس، وهتشوف ازاي ان البيشنت او الدايابيتس المانجمنت بتاعه بيختلف اكوردنج تو ذا كلينيكال سيتنج او كلينيكال كونتكست اوف ذا بيشنت. وده بيعيد لحضرتك تاني الفكره الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها من ساعه ما بدانا الكورس بتاعنا، ان احنا بنتكلم على كلينيكال سيتنج، انت بتتكلم على بيشنت، مش بتتكلم على سيمتوم واحده ولا ساين واحده ولا انفستيجيشن واحده ولا فايندنج واحده، انت بتتكلم على بيشنت وذ برسبكتيف كبير جدا وسبكترم كبير جدا اوسع بكتير من المفهوم الضيق للسيمتوماتولوجي او الكلينيكال مانيفستيشنز فقط. فبالتالي ارجع للكلمه اللي انا كنت عايز اكد عليها، ان الدايابيتس از نوت جاست هايبر جلايسيميا، الدايابيتس از ا يونيفرسال ديزيز، از ا كرونيك يونيفرسال مالتي سيستم ديس اوردر. البيزك بتاعه او البيزك كور او في الكور اوف ذيس ايلنس بتلاقي الهايبر جلايسيميا اللي سببها الانسولين ديفيشنسي سواء كانت ابسولوت او ريليتيف ديفيشنسي. دايابيتس بيتديفلوب او بمعنى اخر الدايابيتس بيتلقى المكانه العظيمه بتاعته من الكومبليكيشنز بتاعت الدايابيتس دي.
which are basically a vascular complications. بمعنى ان انت بتلاقي معظم عيانين الدايابيتس بيجوا manifested by microvascular or macrovascular complications. Microvascular complications in the form of retinopathy او nephropathy او neuropathy, while macrovascular complications in the form of atherosclerotic cardiovascular disorders and manifested as a patient with cerebral vascular stroke او a patient with cardiac coronary artery disease او patient with peripheral arterial disease او even a patient with renal vascular disorder. فبالتالي يا صديقي العزيز في بعض الليتريتشر وبعض الكتب بيقولوا it's better to consider a diabetes او it's better to prospect a diabetes as a vascular disease مش بس metabolic derangement او metabolic disorder in the center of it موجود الهايبرجلايسيميا that it caused by absolute او relative deficiency. الفهم دوت هو اللي هيليد حضرتك ان انت build up الاستراتيجي بتاعتك in addressing the patient with diabetes, والفهم ده اللي انت هتطبقه في الابروتش بتاع اليومين الاثنين الجاي لما نتكلم مع بعض how to approach the patient with diabetes. ودي حته مهمه وفهمها مهم جدا وهتفهم قيمه الكلام بتاعي ده لما تشوف عيانين دايابيتس ونظرتك هتتغير ليهم وانت بتعالجهم. والنقطه الثانيه لما تخش امتحان البيسز ويجي لك patient with diabetes وتبدا تتعامل مع البيشنت ده ويقول لك approach the patient. تمام؟ طيب بالنسبه للدياجنوزيس اوف ذا بيب اوف دايابيتس بيبقى basically based on criteria. الكريتيريا دي developed by WHO. الكريتيريا بتاعت الدايابيتس دي بتعتمد على نقطتين اساسيين اصدقائي الاعزاء عشان برضو لازم الحته دي تبقى ثابته في ذهنك لان هيتبنى عليها كلام جاي قدام. النقطه الاولانيه بيعتمد على السيمتوماتولوجي اوف ذا بيشنت. النقطه الثانيه بيعتمد على lab investigations. تمام؟ النقطة الأولانية بيعتمد على symptomatology of the patient. النقطة الثانية بيعتمد على lab investigation معينة أو lab profile معين. بالنسبه للسيمتوماتولوجي اوف ذا بيشنت في سيمتومز اوف هايبرجلايسيميا زي البوليوريا والبوليديبسيا والان اكسبلايند ويت لوس والبلورنج اوف فيجن والليثارجي. دي بنسميها جنرال مانيفستيشنز اوف هايبرجلايسيميا. ده كونستليشن اوف سيمتومز, ده تجمع للسيمتومز اللي لما بتلاقيها في مريض دايما بتقول ان البيشنت دوت هذا مانيفستيشن اوف هايبرجلايسيميا. وخلي بالك يا صديقي العزيز انا دقيق جدا في اختيار الالفاظ انا بتكلم, انا بقول لحضرتك manifestations of hyperglycemia مش manifestations of diabetes, لان عشان اكونسوليديت ا diagnosis of diabetes لازم المانيفستيشنز دي تبقى combined with او supported او evidenced by laboratory profile معين. تمام اصدقائي الاعزاء؟ يبقى رقم واحد عندي symptomatology معين اللي هي symptoms suggestive of hyperglycemia اللي هي البوليوريا او البوليديبسيا او unexplained weight loss او الفيجوال بلورنج او الجينيتال ثراث او الليثارجي. تمام؟ طيب اصدقائي الاعزاء كلنا شفنا وكلنا سمعنا وكلنا عرفنا من فاميلي ممبرز عندنا سواء قريبين او بعاد او من ناس اصدقائنا او حتى من مرضى كان البيزك مانيفستيشنز بتاعتهم البوليوريا والبوليديبسيا والان اكسبلايند ويث لوس, دول بنحطهم تحت عنوان سيمبتومز اوف هايبرجليسيميا. لاحظ الدقة في استعمال الألفاظ والدقة في الديفينيشن هنا, قال لك and لأن زي ما قلت لحضرتك إن وجود الهايبرجلايسيميا itself is not a diagnosis of diabetes أو not diagnostic of diabetes أو does not fulfill the WHO criteria to diagnose diabetes, ولكن لازم يكون combined معاها evidence of A of الميتابوليك derangement. الميتابوليك derangement ده بيبقى in the form of A in the form of ان البلاد جلوكوز او الفاستنج بلاد جلوكوز يكون اكتر من 7 ملي مول بير لتر او الراندوم بلاد جلوكوز يبقى اكتر من 11.1 ملي مول بير لتر. الرقمين دول مهمين وكات اوف فاليوز هيتبنى عليهم حاجات هنشوفها واحنا ماشيين مع بعض, فتحفظهم وتعرفهم لان هي ديت ديفايننج فيجرز, دي ارقام معرفه للهويه بتاعه الدياجنوزيس اوف الدايابيتس. ده اول كريتيريا عشان اقدر دياجنوز الدايابيتس. ااكد على حضرتك تاني لازم يكون عندي حاجتين, الحاجه الاولانيه سيمتوماتولوجي والحاجه الثانيه يكون عندي في لاب بروفايل معين اللي هو الفاستنج بلاد جلوكوز اكتر من 7 ملي مول بير لتر او ايكوال تو 7 ملي مول بير لتر, او ان يكون عندي
fasting glucose more than or equal to 11.1 millimole per liter. أو يعني ديت كريتيريا أولانية، أو إن يكون عندي raised venous glucose in on two separate occasions، يعني يكون البلازما جلوكوز أو الفينوس جلوكوز عندي raised على two occasions، خدت قياسين fasting أكتر من 7 أو random أكتر من 11.1 أو oral glucose tolerance test 2 hours postprandial أكتر من 11.1. ده اللاب بروفايل التاني اللي موجود عندي أصدقائي الأعزاء. تمام، يبقى إذا أنا عشان أقول إن عيان عندي دايابيتس في شرط أولاني بيكومباين السيمتوماتولوجي مع اللاب، وفي شرط تاني بيعتمد على إن أنت تقيس قياسين on two different occasions أو two separate occasions. القياسين دول طلعوا لك البلاد جلوكوز فاستنج أكتر من 7 أو الراندوم بلاد جلوكوز أكتر من 11.1 أو عملت للعيان ده أورال جلوكوز توليرانس تيست طلع ال 2 hours post prandial بلاد جلوكوز بتاعه أكتر من أو equal to 11.1. يبقى ديت الكريتيريا الثانيه. الكريتيريا الثالثه عندي ان يكون ايه؟ ان يكون عندي ال HbA1c اكتر من او يساوي 6.5. ال HbA1c اكتر من او يساوي 6.5، والرقم ده تعرفه كويس برضه، لان ال HbA1c ليه دور مهم جدا في الدياجنوزيس والفولو اب بتاع البيشنت اوف دايابيتس. حلو الكلام؟ طيب لو انا عندي بيشنت جاي بمانيفستيشنز اوف الهايبرجلايسيميا ولكن ال HbA1c بتاعه is less than 6.5، هل ده بي exclude the diagnosis of diabetes؟ لا، it does not exclude the diagnosis of diabetes، وهقول لحضرتك ليه كمان شويه. تمام، حط النقطه دي على جنب وحطها في الحصاله عشان هنتكلم عليها كمان شويه. تمام، يبقى ده اصدقائي الاعزاء هي الكرايتيريا اللي بعتمد عليها في ان انا ادياجنوز البيشنت اوف دايابيتس. مش هتقدر تشخص عيان ان هو عنده دايابيتس الا اذا كان بيفولفيل واحده من الكرايتيريا اللي قدام حضرتك دي. تمام، يبقى اذا اصدقائي الاعزاء خليني برضو ارجع اكد على النقطتين دول التاني. النقطة الأولانية إن الدايابيتس بي ريزلت فروم ابسولوت أو ريلاتيف ديفيشنسي أوف الإنسولين. النقطة التانية إن الهايبر جلايسيميا إز أونلي وان أسبكت أوف الدايابيتس، ولكن اللي بيدي أهمية للدايابيتس واللي بيخليها ليها البوزيشن بتاعها في الميديسن هي الكومبليكيشنز بتاعتها، سواء كانت المايكرو فاسكولار أو الماكرو فاسكولار كومبليكيشنز أوف دايابيتس. النقطة التانية إن في عندنا دبليو اتش أو كرايتيريا مهمه جدا عشان ان هي بتستبلش الدايجنوزيس اوف دايابيتس. الدبليو اتش او كريتيريا اعتمدت على حاجتين اساسيين. الحاجه الاولانيه السيمتوماتولوجي اوف هايبر جلايسيميا او السيمتومز سجستيف اوف الهايبر جلايسيميا، والحاجه الثانيه اعتمدت على لاب بروفايل. لاب بروفايل معتمد على الفاستنج بلاد شوجر والراندوم بلاد شوجر والبوست برانديال 2 اورز بوست برانديال بلاد شوجر اللي هو بتاع الاورال جلوكوز توليرانس تيست، واعتمدت على الاتش بي 1 سي. ولكن تذكر دائما ان النورمال اتش بي او ان سي داز نوت اكسكلود دايابيتس ميليتس. تمام، الحاجات ديت لازم تبقى كونسوليديتد في دماغك قبل ما تبروسيد بعد كده في الدايابيتس وتبروسيد اون، لان هيتبنى عليها جايد لاينز وهيتبنى عليها ابروتش وديسيجن ميكنج بروسيس اوف ذا بيشنت. وزي ما قلت لحضرتك دايما وبقول لاصدقائنا الاعزاء ان انت وظيفتك كدكتور، وظيفتك كدكتور مش ان انت تبقى الكاتب المصري الجالس القرفصاء على بوابه المتحف المصري في ميدان التحرير. وظيفتك ليست هي الدوكيومنتيشن، ولكن وظيفتك ايه يا صديقي العزيز؟ وظيفتك هي الديسيجن ميكنج بروسيس. الديسيجن ميكنج وقدرتك على ان انت تاخد قرار هو دوت اللي بيديك فاليو وبيخلي لك امباكت في الكوميونتي اللي انت عايش فيه في شغلك، اقصد البروفيشنال كوميونتي اللي انت عايش فيه. بالنسبه للتايبس او كلاسيفيكيشن اوف دايابيتس، في مجموعه من التايبس او كلاسيفيكيشن اوف دايابيتس لازم برضو تكون عارفهم، لان هم بيفرقوا معاك بعد كده في المانجمنت. كل كلمه احنا بنقولها هتلاقيها بتبقى ريفلكتد بعد كده في المانجمنت بتاع البيشنت، وهو ده الغرض الاساسي. العيان مش جاي لك عشان تقول له انت عندك سكر، هو عارف انه عنده سكر، انما جايين جاي لك عشان تو مانج هيم بروبرلي. تمام، وعمرك ما هتمانج الا اذا كان عندك فيه بيزك نوليدج واندرستاندنج للديب فاندمنتالز او الفاندمنتال بيزكس بتاعت الديزيز اللي انت بتتكلم عليه.
بالنسبه للتايبس اوف دايابيتس، اول تايب اللي هو تايب 1 دايابيتس ميليتس. التايب 1 دايابيتس ميليتس دوت ات كان بي كونسيدرد از ان اوتو اميون ديزيز، وحقيقي هو ان اوتو اميون ديزيز لان هو بيبقى سببه ان في اوتو اميون ديستراكشن اوف البيتا سيلز اوف لانجرهاند اللي موجوده في البنكرياس اللي هي بتطلع لنا الانسولين. ده بيتسبب ان يحصل في ابسولوت ديفيشنسي اوف الانسولين، او بنسميها انسولينوبينيا، تمام؟ وده اللي بيتسبب ان يحصل عند الهايبرجلايسيميا. واكد على حضرتك تاني ان الهايبرجلايسيميا از جاست وان اسبيكت اوف الديزيز اوف الدايابيتس ميليتس، وان الديزيز اوف الدايابيتس ميليتس بيستمد موقعه في الميديسن من الكومبليكيشنز بتاعته. ده بالنسبه لتايب 1، وهنشوف بعد كده مشكله او كلمه الابسولوت ديفيشنسي دي هتبقى ريفلكتد ازاي في المانجمنت بتاع البيشنت هنا. تاني حاجه اللي هو او تاني تايب اللي هو اسمه تايب 2 دايابيتس ميليتس. التايب 2 دايابيتس ميليتس ده موست كومن كوز اوف الدايابيتس وورلد وايد، وده بيبقى سببه ان في ريلاتيف انسولين ديفيشنسي، يعني الاماونت اوف الانسولين اللي بتبقى طالعه من البيتا سيلز اوف اللانجرهانز از نوت سفيشنت انف عشان تميت الميتابوليك نيدز اوف ذا بودي، تمام؟ او عشان to fulfill the metabolic needs of the body. فبيبدأ البيشنت يديفلوب سيمتومز اوف الهايبرجلايسيميا. الحته دي فاندمنتال جدا في فهمها، لان لازم تبقى عارف الفرق بين التايب 1 والتايب 2 دايابيتس ميليتس، لان ده برضه بيبقى ريفلكتد فين؟ ريفلكتد في المانيفستيشنز ريفلكتد في المانجمنت اوف ذا بيشنت. جنرالي سبيكينج، انت تقدر تفرق كلينيكالي اون كلينيكال جراوندز بين تايب 2 اند تايب 1 دايابيتس ميليتس. بالنسبه لتايب 1، والمقارنه دي مهمه جدا، تايب 1 دايابيتس ميليتس ده عاده بيبدا قبل البريبارتي في سن صغير، انما بالنسبه للتايب 2 ده بيبقى في اولدر بيشنت عاده. التايب 1 بيبقى ليه جينيتيك باك جراوند ان ذا فورم اوف هيلا دي 3 اند هيلا دي 4 اسوسيشن. وخلي بال حضرتك من حاجه، ان عاده البيشنت ويز تايب 1 بيبقى معاه other autoimmune diseases او other autoimmune diseases، بيبقى معاه endocrinopathies كمان، تمام؟ الحاجه الثانيه في بالنسبه للتايب 2، التايب 2 has no HeLa association. التايب 1 is caused by زي ما قلت لحضرتك destruction of the beta cell of Langerhans، انما التايب 2 is caused by relative dysfunction of the beta cells of Langerhans beta cells of the islet of Langerhans، او بيبقى سببه ثاني، سبب ثاني من اسبابه هو الانسولين ريزيستنس. البيشنت with type 1 diabetes be present classically with polyuria, polydipsia, weight loss، وممكن present by complication زي diabetic ketoacidosis، انما بالنسبه للتايب 2 عاده البيشنت ده بيبريزنت ليد باي كومبليكيشنز، موستلي بتبقى مايكرو فاسكولار اند ماكرو فاسكولار كومبليكيشنز، تمام؟ التفرقه ديت مهمه في الكلينيكال جراوندز، ان هي هتساعدك هتبني بعد كده الاستراتيجي بتاعتك في المانجمنت بلان، مظبوط؟ وبعد كده احنا هنتكلم ان ديتيلز على قصه التايب 1 والمانجمنت والتايب 2 دايابيتس ميليتس. في نوع من انواع الدايابيتس اسمه جيستيشنال دايابيتس اللي هو بيديفلوب دورينج بريجنسي، هنتكلم عليه بعد شويه، دوت ده برضه من المواضيع المهمه في الامتحان وفي الشغل بعد كده. حاجه ثانيه اسمها مودي اللي هو ماتيوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يونج، وده برضه موضوع هنتكلم عليه، هنقول عليه كلمتين بعد قليل. وفي حاجه اسمها ليتنت اوتو ميون دايابيتس اوف ذا ادلتس، وده هنتكلم عليه بعد شويه. اذكر حضرتك بنقطه مهمه، ان التايب 1 بيبريزنت بيفور بريبرتي، والتايب 2 بيبقى في تايب 2 بيبقى في اولدر بيشنتس. هل دول كل انواع الدايابيتس؟ لا، في انواع ثانيه، في اذر تايبس اوف دايابيتس، تمام؟ زي لو حصل اي باثولوجيكال بروسيس ممكن تكسر البنكرياس او تعمل دامج وديستراكشن للانسولين برودوسنج سيلز اللي موجوده في البنكرياس، سواء كانت كرونيك بنكرياتيتس او الهيموكروماتوزس. وموضوع الهيموكروماتوزس من المواضيع المهمه والسيناريوهات المهمه اللي بيبقى لينكد الدايابيتس، وافتكر ان احنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا البرونز دايابيتس بيبقى معاه ليفل فيلير وكارديوميوباثي، ويبقى معاه ديستيكولار ديسفانكشن وهايبوكوليديزم في الميلز والكلام دوت. فده من الموضوع الهيموكروماتيزم من المواضيع المهمه، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده اي موضوع عابر للشابترز هو موضوع من المواضيع المهمه في الامتحان، لان هو بيتست قدرتك على الانتربريتيشن والاناليسيس اوف الكلينيكال مانيفستيشنز اللي محطوطه لك في السيناريو اللي جاي لك. في دراجز ممكن تسبب في الدايابيتس زي اللونج تيرم use of glucocorticoid therapy، وفي سيناريوهات كتيره جدا بتيجي على القصه بتاعه اللونج تيرم يوز اوف glucocorticoid therapy وعلاقته بالدايابيتس وازاي الموضوع بيديفلوب، واحنا اتكلمنا على قصه الكوشنج قبل كده
كوشنج ديزيز والكوشنج سندروم، واتكلمنا على الاديسون والحاجات اللي ليها علاقه بالجلوكوكورتيكويدز. هتلاقي سيناريوهات مشهوره جدا زي السيناريو بتاع البيشنت اللي عنده جاينت سيل ارثرايتس، الارثرايتس اللي بياخد لونج تيرم كورتيكوستيرويد ثيرابي، ثم هي ديفلوبد كوشنج وديفلوبد دايابيتس بعد كده اند سو اون. فلازم تكيب ان مايند ان بيبقى في دراج كوزز اوف ايه اوف الدايابيتس. هنتكلم شويه على موضوع الجستاشنال دايابيتس ميليس، لان ده موضوع من المواضيع المهم زي ما قلت لحضرتك، بتقابله في حياتك في الشغل، وبتقابل اسئله كتير منه في الامتحانات المختلفه، سواء في الام ار سي بي، العربي بورد، الايجيبشن بورد، اي بورد انت، على اي امتحان انت هتدخله بتاع بطنه، انت معرض ان انت تتسال سؤال في الدايابيتس عن سؤال عن الجستيشنال دايابيتس، لان المانجمنت بتاعها از بيكيوليار شويه، مختلف شويه عن المانجمنت بتاع اذر تايبس اوف دايابيتس. تمام؟ الجستيشنال دايابيتس مقصود بيها ان البيشنت هو ديفلوب دايابيتس ديورنج بريجنسي. تمام؟ والجستيشنال دايابيتس ديت ممكن تديفلوب از دي نوفو، تمام، لاول مره في البيشنت في بريجننت فيميل، او ممكن تديفلوب اون توب اوف بري اكزيستنج ايه؟ بري اكزيستنج دايابيتس، يعني ست تبقى عندها دايابيتس اوريدي او جالها جستيشنال دايابيتس قبل كده وحملت تاني فبتديفلوب جستيشنال دايابيتس قبل كده. هل كل سيده ده حامل معرضه ان هي يجيلها جستيشنال دايابيتس؟ لا، مش اي سيده حامل معرضه ان هي يقولها الجستيشنال دايبتس، ولكن اصدقائي الاعزاء بيبقى في ريسك فاكتورز هي اللي بتزود الانسيدنس اوف الجستيشنال دايبتس، زي رقم واحد ان يكون البادي ماس اندكس بتاعها اكتر من 30، ان هي تبقى فيميل اوبيز في الاساس. رقم اثنين ان يكون عندها بريفيوس ماكروسوميك بيبي، يعني الست دي ولدت طفل عملاق وزنه اكتر من 4 كيلو ونص، ده يعتبر ريسك فاكتور ان هي تديفلوب جستيشنال دايبتس ميليتس في الفيوتشر بريجننسي، او ان يكون جالها جستيشنال دايابيتس ميليتس قبل كده، او ان يكون عندها ريليتيف، او ان يكون عندها فيرست ديجري ريليتيف عنده دايابيتس، وده بيزود الانسيدنس اوف جستيشنال دايابيتس، او ان هي تكون الست ديت جايه من حته او من ريجن، الريجن دوت بيبقى فيه هاي بريفلنس اوف دايابيتس، زي مثلا الساوث ايشيا والكاريبيان اند الميدل ايه الميدل ايست. تمام؟ النقطه الاخيره دي بتاكد لحضرتك مع حاجه انا كنت بدب عليها دايما لاصدقائنا وزملائنا، لما كنت بقول لهم خلي بالك ان الجيوغرافيكال ديستريبيوشن او الجيوغرافيكال لوكيشن اوف ذا بيشنت او الاوريجن بتاعه يعتبر كي وورد بالنسبه لك في ايه؟ يعتبر كي وورد بالنسبه لك في الامتحان. تمام؟ طيب امتى بقى ازاي اعمل سكريننج للبيشنت للجستيشنال دايابيتس دي؟ تمام؟ رقم واحد، المعلومه المهمه اللي لازم تبقى عارفها ان الاورال جلوكوز توليرانس تيست هو الانفستيجيشن اوف تشويس هنا. يعني انا مش بعتمد ولا على فاستنج جلوكوز ولا بعتمد على اتش بي 1 سي. تمام؟ خلي بالك من النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا وهتفهمنا ليه مهمه لما نيجي قدام شويه. خلينا نفكر سيادتك بحاجه بس انا قلتها لك من شويه، قلت لك حطها في الحصاله، ان النورمال اتش بي 1 سي داز نوت اكسكلود دايابيتس. تمام؟ قلت سيادتك حط المعلومه دي في الحصاله. تمام؟ هتعرف فائده المعلومه دي في خلال دقائق دلوقتي. بس خلي بالك زي ما قلت لحضرتك ان الاورال جلوكوز توليرانس تيست هو الانفستيجيشن اوف تشويس او التيست اوف تشويس عشان اكونسوليديت او استابليش ا دايجنوزيس اوف جستيشنال دايابيتس ان ا بريجننت فيميل. تمام؟ خلي بالك السؤال ده بيجي والنقطه دي بتتسال عليها في الامتحان، والنقطه دي انت برضه لازم تمارسها في حياتك. انت لن تعتمد على اتش بي 1 سي ولن تعتمد على فاستنج بلاد جلوكوز في بيشنت في بريجننت فيميل عشان تدياجنوز الست دي عندها جستيشنال دايابيتس ولا لا. طيب امتى اعمل السكريننج ده؟ قال لك خلي بالك هنا بقى، لان هنا بدانا بقى ايه الشغل بتاع حل حوش بتاع الامتحانات. تمام؟ رقم واحد، لو انت عندك واحده ست عندها جستيشنال دايابيتس قبل كده، يعني جالها بريفيس جستيشنال دايابيتس وجاي تقول لك انا حامل، تعمل لها اورال جلوكوز توليرانس تيست اول ما تخش لك العياده. يعني ست جت قالت لك انا حامل وجالي قبل كده جستيشنال دايابيتس، فافيرست ابوينتمنت بتاعها يتعمل لها اورال جلوكوز توليرانس تيست. لو طلع نورمال تعد لها الاورال جلوكوز توليرانس تيست ده في الاسبوع 24 للاسبوع 28. تمام؟ يبقى دي النقطه الاولانيه المهمه جدا 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 عشان تفهمها، ان انا بعمل للست اللي عندها هيستوري اوف جستيشنال دايابيتس وجايه تقول لي انها بريجننت دلوقتي او ان هي اكتشفت ان هي بريجننت، تعمل لها اورال جلوكوز توليرانس تيست في الفيرست بوكينج بتاعها، في اول ابوينتمنت ليها. لو طلع نورمال اعيده في الاسبوع 24 للاسبوع 28. طب لو واحده ست ما عندهاش هيستوري اوف ان جايه عندها جستيشنال دايابيتس، تمام، يبقى دي تعمل لها اورال جلوكوز توليرانس تيست في الاسبوع 24 للاسبوع ايه؟ للاسبوع 28. النقطتين دول لازم يبقوا واضحين لان بيتحط فيهم اسئله وبيجوا فيهم اسئله.
تمام. طيب ايه هو الدايجنوستيك ثريشولد او الدايجنوستيك كريتيريا بتاعي في البيشنت ويز جيستيشنال دايبيتس؟ رقم واحد ان يكون عندي فاستنج جلوكوز اكتر من او يساوي 5.6، وخلي بالك هنا ان الثريشولد بتاع الدايجنوزيس هنا بقى اقل من النورمال، تمام. رقم اثنين ان يكون عندي 2 اور بوست برانديال اكتر من 7.8. ال 2 اور بوست برانديال اكتر من ايه؟ اكتر من ال 7.8، وده غير الرقم بتاع ايه؟ بتاع الناس العاديين. فبالتالي لازم تتعامل البيشنت ويز جيستيشنال دايبيتس، لازم تتعامل معامله خاصه، لان الارقام هنا ايه؟ الارقام هنا مختلفه، والدياجنوستيك كرايتيريا بتاعتها ايه؟ بتاعتها مختلفه. طيب بقى انا جات لي واحده ست طلع عندها جيستيشنال دايبيتس، هاو تو مانج الست دي؟ همانج الست ديت ازاي؟ قال لك رقم واحد في جنرال كونسيدريشنز احطها في دماغي. رقم واحد لو هي نيولي دايجنوزد، تمام، الست ديت لازم تبقى مانجد كويس جدا في العياده في الفوزن اويك. الحاجه الثانيه ان لازم افهم من الست ديت ان السيلف مونيتورنج بتاع البلاد جلوكوز بتاعها حاجه اسينشال جدا. الحاجه الثالثه ان انا لازم افهم الست دي ان هي لازم تلتزم بنظام غذائي معين عشان ما يحصلهاش ديتيريوريشن وكومبليكيشنز من ايه؟ من الدايبيتس، ولا هي ولا البيبي بتاعتها. دي كلام عام كده احنا بنقوله بيها. طب الشغل بقى فين؟ وير ذا ماني از في الموضوع؟ الماني از في الموضوع ايه؟ فين بقى لو الست ديت المانجمنت بتاعنا هيختلف على حسب الهيستوري بتاعك. عشان كده بقول لحضرتك الكونتكست اللي جاي لك في العيان بيفرق الديسيجن ميكنج بروسيس بتاعك بشكل كبير. بمعنى ايه يا اصدقائي الاعزاء؟ لو واحده لسه انا جايه مشخصها لاول مره ان الست دي عندها جيستيشنال دايابيتس، تمام؟ هعالجها ازاي؟ رقم واحد ركز معايا في الكلام عشان هنا الشغل هيدخل شويه في العمق. رقم واحد لو الفاستنج بلازما جلوكوز بتاعها از ليس ذان 7، تمام، از ليس ذان 7، بقول للست ديت احنا هنعمل دايت اند اكسرسايز. طيب لو الفاستنج لو البلاد جلوكوز بتاعها بعد ما عملت بعد واحد او 1 تو 2 ويكس از نوت اتشيفنج التارجت او ما نزلش، بعمل ايه؟ قال لك بتدي الست دي ميتفورمين. خلي بالك هنا عشان ده موضوع سؤال، تمام. يبقى انا رقم واحد الست اللي جايه لي اول مره عندها جيستيشنال دايابيتس لاول مره في حياتها، بشوف الست ديت هل الفاستنج جلوكوز بتاعها اقل من 7 ولا اكتر من 7. لو هو اقل من 7 اول حاجه بقول لها ايه؟ بقول لها دايت اند اكسرسايز. طب ما نفعش معاها الدايت اند اكسرسايز بعد اسبوع لاسبوعين، بقول الست ديت تبتدي ميتفورمين. طب لو ما نفعش مع الست ديت ميتفورمين، قال لها لازم تبتدي انسولين، تمام. طب انهي نوع من الانسولين، لونج اكتنج ولا شورت اكتنج؟ دي معلومه مهمه ولازم تبقى عارفها. الست الحامل بديها شورت اكتنج، ما بديهاش ايه؟ ما بديهاش لونج اكتنج انسولين. الست الحامل اللي عندها جيستيشنال دايابيتس بتاخد شورت اكتنج نوت لونج اكتنج انسولين، تمام. يبقى الجزئيه دي اتمنى ان هي تبقى واضحه لحضرتك. طيب لو الست ديت at the time of the diagnosis بتاعي لقيت ان الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعها اكتر من او يساوي 7، ساعتها هبتدي لها انسولين from the beginning. يبقى انا الديسيجن ميكنج بروسيس بتاعتي في الجستيشنال دايابيتس اعتمدت على مين؟ اعتمدت على الفاستنج بلازما جلوكوز. لو اقل من 7 ليها معامله، ولو اكتر من 7 ليها ايه؟ معامله. اقل من 7 رقم واحد دايت اند اكسرسايز، رقم اثنين ميتفورمين، رقم ثلاثه انسولين، والانسولين بتاعنا هيبقى شورت اكتنج مش ايه؟ مش لونج اكتنج. خلي بالك من تراتبيه الايه؟ الستبس هنا، خلي بالك من الستيب وايز ابروتش عشان لا يتم خداعك وقنصك في الامتحان بمنتهى البساطه وبمنتهى السذاجه في نفس الوقت. رقم واحد دايت اند اكسرسايز، رقم اثنين ميتفورمين، رقم ثلاثه انسولين. وانهي انسولين؟ شورت اكتنج مش لونج اكتنج انسولين. حلو. طيب خش على النقطه اللي بعدها. لو الست دي البلازما بلاد جلوكوز بتاعها is between 6 and الفاستنج بلاد جلوكوز يعني is between 6 and 6.9، وفي نفس الوقت عندها evidence of complications. زي ايه ال evidence of complications دي؟ ان الواد اللي في بطنها عنده مايكروسوميا، عيل عملاق، او عندها هيدرومينس يعني عندها ميه كتير في بطنها، ساعتها بنديها ايه؟ ساعتها بنديها الانسولين. خلي بالك يا صديقي العزيز من الانديكيشنز اوف الانسولين ان بيشنت ويز جستيشنال دايابيتس. خلي بالك انا حطيت الانسولين كم مره وبكم شرط. الانسولين مشروط في الجستيشنال دايابيتس مليتس، لازم يكون في الجستيشنال دايابيتس، لازم يكون في شروط تتوافر في البيشنت ده عشان اقدر احط البيشنت دي على ايه؟ انسولين. افكر سيادتك ان هو لازم يبقى شرط اكتنج نوت لونج اكتنج انسولين. طيب جبت الست ديت انا وحاولت معاها المحاولات دي كلها وما نفعش، تمام، ميتفورمين ما نفعش، شورت اكتنج انسولين ما نفعش، او
الست she could not tolerate الميتفورمين او she could not tolerate الانسولين او ان الميتفورمين is contra indicated او ان الانسولين is contra indicated. في اي حاله من الاحوال اللي قدام حضرتك ديت، في حاله ان الانسولين او الميتفورمين are contra indicated or not tolerated by the patient، ما عنديش غير اختيار واحد، هو هنا الجليبنكلامايد بالاسم. الجليبنكلامايد بالاسم، خلي بالك يا صديقي العزيز، سيتم اقتناصك وقتلك في الامتحان بسؤال زي ده. خلي بالك يا صديقي العزيز، سيتم اقتناصك وصيدك في الامتحان بسؤال زي ده. اذا انا قلت اسامي ثلاث ادويه في الجستيشنال دايابيتس، رقم واحد هو الميتفورمين، رقم اثنين هو الانسولين شورت اكتنج نوت لونج اكتنج، رقم ثلاثه هو الجليبنكلامايد. كل واحد فيهم ليه شروط اتحط فيها واتعمل له بوزيشننج وتموضع مظبوط في المانجمنت او في الخطه العلاجيه بتاعتي بالنسبه للبيشنت ويز جستيشنال دايابيتس ميليتس. طيب لو جات لي بقى واحده ست في الاساس هي عندها بري اكزيستنج دايابيتس، هعمل معاها ايه؟ قال لها تعالي كل اول حاجه روحي الجيم او خسي، اعملي دايت، ان البادي ماس اندكس بتاعتها لازم تخس، لو هي اكتر من 27 لازم اقول للست ديت ويت لوس. رقم اثنين لو هي بتاخد اورال هايبوجلايسيميك ايجنتس، اقول لها تعالي وقفي كل الاورال هايبوجلايسيميك ايجنتس بتوعك دول ما عدا مين؟ ما عدا الميتفورمين، وفي نفس الوقت ابتديها على ايه؟ ابتديها على انسولين. ودي الست ديت فوليك اسيد من اول الكونسبشن لغايه ايه؟ لغايه الويك ال 12 اوف جيستيشن. وحاجه مهمه جدا لازم اعملها للطفل الست ديت، لان انا مش بعالج بقى في حاله البري اكزيستنج دايابيتس، انا مش بعالج ست بس، ده انا بعالج الست واللي في بطنها. لازم اعمل حاجه اسمها انومالي سكان. انومالي سكان دوت بيبقى الترا ساوند، تمام، سونار يعني، بتعمله على البيبي عشان نشوف البيبي ده عنده انوماليز ولا لا. بنعمل الانوماليز سكان ده، خلي بالك امتى عشان بتسال على الحاجات دي؟ عند الاسبوع ال20، تمام، عند الاسبوع ال20 عشان اشوف البيشنت دوت او البيبي بتاع البيشنت ده هل هو ديفلوبد كومبليكيشنز ولا لا. تمام، التايت جلايسيميك كنترول مهم جدا في البيشنت ويز بري اكزيستنج دايابيتس اللي بقت بريجننت عشان بيقلل الريسك اوف الكومبليكيشنز. وللست ديت عندها ريتينوباثي، الريتينوباثي ديت لازم اعالجها كويس جدا، لان الريتينوباثي از بينج وورسند باي ايه؟ باي البريجننسي. تمام يا اصدقائي الاعزاء، يبقى انا هنا اتكلمت على الجستيشنال دايابيتس ازاي اشخصه، هاو تو ابروتش البيشنت ده، والمانجمنت بلان بتاعتي عامله ازاي سواء كانت في جستيشنال دايابيتس او واحده بريجننت جايه ببري اكزيستنج ايه؟ بري اكزيستنج دايابيتس. طيب هل انا بقى بدي العلاجات ديت الى ما لا نهايه وانا لا ليا تارجتس؟ قال لك لا صديقي العزيز، انت ليك تارجتس لازم ايه؟ لازم تسعى لتحقيقها. رقم واحد ان يكون الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعي 5.3، رقم 2 ان الفيرست اور بوست برانديال عندي 7.8، رقم 3 ان السكند اور او 2 اورز فورست 2 اورز بوست برانديال عندي يكون ليس ذان او اب تو 6.8 6.4. الارقام دي مهمه، مهم، لان حضرتك هتتسال عليها في الامتحان، مش هسالك عليها بشكل مباشر، ولكن هيجي لك ازاي السؤال بقى. ركز معايا يا دكتوره مياده والدكتوره الدكتور ريهام، ركزوا معايا، تمام، والدكتور عبد التواب اهلا بيك، ركزوا معايا بعد اذنك. تمام، هنا السيناريو بيجي لك ازاي في الامتحان؟ السيناريو بيجي لك في الامتحان ان بيجيب لك واحده عندها جيستيشنال دايابيتس، ويروح حاطط لك ايه؟ ويروح حاطط لك مثلا ان الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعها بقى 8، هتعمل ايه ساعتها؟ يبقى انت لازم في الاساس تعرف ان 8 ديت از ايه؟ از بورلي كنترولد، او ان الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعها 6. ستة انت هتقول ده لو ستة يا سلام زي الفل، ابوس ايد وش وضهري. لا يا حبيبي مش زي الفل، لان هي كده ما وصلتش ايه؟ ما وصلتش التارجت. ساعتها لازم تاد اون حاجه، يا اما لو انت على ميتفورمين تبتدي انسولين، يا اما لو انت على انسولين ومش عارف تابريتش التارجت بتاعك بتزود الدوز بتاعتك وهكذا. تمام، فالحته دي لازم تبقى فاهمها، لازم تبقى فاهم التارجت بتاعك فين في البيشنت ويز جستيشنال دايابيتس ميليتس، عشان ساعتها انت هتموديوليت المانجمنت بلان بتاعتك وتستعمل الاسلحه والترسانه بتاعتك من الادويه عشان ايه؟ عشان تاتشيف التارجت بتاعك. تمام، طيب ننتقل بقى لنوع تاني من انواع الدايابيتس اللي هو اسمه المودي، الماتيوريتي اونست اوف ذير. برضه هتلاقي اسئله كتير في الكوتشن بانكس على موضوع المودي ده. المودي ديت هي عباره عن مجموعه من الانهيريتد جينيتك ديس اوردرز اللي بتاثر على البرودكشن اوف الانسولين اتسلف. بيتسبب في ايه الاستاذ مودي ده؟ قال لك بيتسبب ان البيشنت ده يديفلوب سيمبتومز اوف دايابيتس او سيمبتومز اوف الهايبر جلايسيميا ات ا يانجر ايج. بمعنى ايه؟
انا قلت لسيادتك من شويه، قلت لك حط المعلومه دي برضه احتفظ بيها على جنب، ان التايب 1 بيأفكت البوبيوليشن بيفور بيبرتي، انما التايب 2 بيأفكت اولدر بوبيوليشن ذان التايب 1. ولكن في المودي هنا بيحصل ايه؟ ان ديت بيبقى تايب 2 بت ات يانجر بوبيوليشن، عشان كده سميناها ايه؟ سميناها ماتيوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يانج، تمام؟ لان هي تايب 2 ولكن ايه؟ ولكن بتأفكت ايانجر ايه؟ ايانجر بوبيوليشن. مشكله المودي ديت ان هي بتبقى بتبريزنت باي ايه؟ بتبريزنت باي كومبليكيشنز، سواء كانت مايكرو فاسكولار او ماكرو فاسكولار كومبليكيشن، او حتى ميتابوليك درانجمنت او ميتابوليك كومبليكيشنز زي ايه؟ زي الدايابيتيك كيتو اسيدوسس، تمام؟ هتلاقي السيناريو بتاعك بيجيب لك عيان عنده اقل من 25 سنه وجاي لك بالفيتشرز اوف الهايبر جلاسيميا، ولكن البيشنت ده هتلاقي عنده شويه انسولين موجودين. يبقى البيشنت ده ايه؟ البيشنت ده مودي، هو البرودكشن اوف انسولين بتاعه ريديوسد، ولكن في نفس الوقت از نوت ايه؟ اتس نوت ابسولوت. الانهيرتنس بتاعه مهم، اتس ان اوتوزومال دوميننت انهيرتنس، وبتسال على المود اوف انهيرتنس في الامتحان. في ست انواع موجودين او ست ديفرنت جينيتيك ميوتيشنز من او بيتسببوا لك في المودي، تمام؟ اشهرهم اللي هنتكلم عليهم كمان شويه. التيبيكال بيشنت زي ما قلت لحضرتك بيبقى عمره اقل من 25 سنه، عنده هيستوري اوف ايرلي اونست اوف دايابيتس في الفاميلي، في عنده البيشنت دوت ممكن يبقى البيشنت ده الكيتوزيس بتاعته، الكيتوزيس از نوت ا فيتشر اوف المانيفستيشنز بتاعت الديزيز، والبيشنت دوت موست البيشنت وذ الموست كومن فورم اللي هنتكلم عليه كمان شويه از فيري سنسيتيف ايه تو سلفينايل يوريا. وخلي بالك من النقطه دي، خلي بالك من النقطه دي، ان البيشنت ويز مودي ده، مودي ده علاجه هو السلفينايل يوريا مش الايه؟ مش الانسولين. يعني دايما بيختلط عليك في الامر لما يجي لك بيشنت يونج، بيبقى يجي لك بيشنت يونج وجايب دايابيتس، فانت تفتكر ان البيشنت ده تايب 1. طب لو هو طالع مودي هل هينفع له الانسولين؟ لا مش هينفع له الانسولين، الانسولين از نوت نيسيسري. ولكن البيشنت ده بيبقى فيري سنسيتيف لمين؟ فيري سنسيتيف للسلفونير يوريا. ودي معلومه مهمه جدا 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 هتلاقيها في الاسئله وانت بتحل امتحانات. في ثلاث انواع من المودي، وبرضه خلي بالك او ثلاث انواع كومن من المودي، تمام؟ الانواع دي بتتسال عليهم وبيجي لك في وسط الكلينيكال سيناريو بتاعك. رقم واحد اسمه مودي 3، والمودي 3 دوت بيبريزنت 60% اوف الحالات اللي بتشوفها من المودي، والميوتيشن بيبقى في جين اسمه اتش ان اف 1 الفا جين، بتتسال على الجين دوت بالاسم، تمام؟ الحاجه الثانيه ان بيبقى في اسوشيشن بتوين المودي 3 وانكريز ريسك اوف الهيباتوسيلولار كارسينوما، بيبقى في اسوشيشن بتوين المودي 3 وانكريز ريسك اوف الهيباتوسيلولار كارسينوما، تمام؟ ده النوع الاول اللي هو المهم بالنسبه لنا لان هو ده الموست كومن. بالنسبه للنوع الثاني اسمه مودي 2، ودوت بيبقى ان حوالي 20% اوف البيشنتس، والديفكت هنا بيبقى في جين اسمه جلوكوكاينيز جين، في جين اسمه جلوكوكاينيز جين. مودي 5 ده غير سب تايب اوف المودي، بيبقى ديو تو ديفكت في الاتش اف ان 1 بيتا جين، الالفا اللي هو في المودي 3، انما البيتا اللي هو فين؟ في المودي 5. المودي 5 ده بيبقى اسوشيتد معاه هيباتيك اندرينال ايه؟ هيباتيك اندرينال سيسس، وديت حاجات من اللي هتلاقيها موجوده في السيناريو اللي محطوط لك عشان تقول ان دوت مودي 5، تمام؟ طيب نيجي نتكلم على حاجه اسمها ليتنت اوتو اميون دايابيتس اوف ذا ادلت. ده عكس المودي بقى، ده تايب 1 دايابيتس بس بيجي فين؟ بس يجي في الادلت، بيجي في الايه؟ في الناس الكبار شويه، تمام؟ الماجوريتي بتوع البيشنتس دولت بيبقى عندهم، بيبقى السبب فيه اوتو اميون ديزيز، وبيبقى برضه جايين باوتو اميون ديس اوردرز تاني بيبقى موجوده معاه. مشكله الليتنت ديت او الليتنت اوتو اميون دايابيتس دي ان هي ممكن تبقى ميس دايجنوز از تايب 2، ميس دايجنوز از ايه؟ از التايب 2. طب هتقولي دلوقتي ايه اللي هيفرق بقى معايا انا ان هي تبقى ميس دايجنوزد از تايب 2؟ لان صديقي العزيز دي اوتو اميون ديستراكشن اوف البيتا سيلز اوف اللانجرهانز، يعني عندك ابسولوت ديفيشنسي، ده اوتو اميون، يبقى ساعتها التريتمنت بتاعي هنا هيعتمد في الاساس على مين؟ على الانسولين، زي ما هنقول كمان شويه. فان انت تقدر تعمل ريكوجنيشن مظبوط لويتش تايب اوف دايابيتس اللي موجود في البيشنت ده از سنترال في المانجمنت اوف الديسيجن ميكنج بروسيس بتاعتك بالنسبه للعيان، تمام؟ يبقى احنا اصدقائي الاعزاء اتكلمنا على ان عندي في نوع اسمه تايب 1 دايابيتس، نوع اسمه تايب 2، نوع اسمه جيستيشنال دايابيتس، نوع اسمه مودي، ونوع اسمه لادا اللي هو ليتنت اوتو اميون دايابيتس اوف ذا ادلت، وفي اذر ديس اوردرز اتكلمنا عليهم بيتسببوا في الدايابيتس. طيب هل الكلام ده كله بقى ازاي ريفلكت اتسلف كلينيكالي؟ ازاي انا هيفرق الكلام ده معايا على العيان؟
الريفلكشن اللي هي في كلينيكالي بيبان عندي ازاي؟ قال لك برودلي سبيكينج او جنرالي سبيكينج وات ايفر الايتيولوجي اوف الدايابيتس ايه؟ البيشنت عندي بيبريزنت ايذر از تايب 1 دايابيتس او تايب 2 ايه؟ تايب 2 دايابيتس. تمام؟ يبقى انا في الاخر خالص العناوين الكبيره الرئيسيه اللي بتجمع لي تحتها العيان ان العيان دوت يا اما بيبقى تايب 1 يا اما بيبقى تايب 2. وافكر سيادتك ان تايب 1 معناها ان في ابسولوت ديفيشنسي اوف الانسولين، وتايب 2 معناها ايه؟ معناها ان في ريلاتيف ديفيشنسي اوف الانسولين. طب انا كمرتضى منصور هستفيد ايه من الكلام ده يا دكتور ريهام؟ هستفيد ان ده هيفرق معايا بعد كده في الديسيجن ميكنج بروسيس بتاعي والاستراتيجي بتاعت المانجمنت اوف ذا بيشنت ده. البيشنت ويز تايب 1 عاده بيجي بيشتكي من بوليوريا، بوليديبسيا، ويت لوس، وممكن يجي ديفلوب بدايابيتيك كيتو اسيدوزس. بالنسبه لدايابيتيك كيتو اسيدوزس اصدقائي الاعزاء اقول لك معلومه مهمه، تمام؟ دايابيتيك كيتو اسيدوزس از ذا موست كومن ميديكال كوز اوف اكيوت ابدومين. از ذا موست كومن ميديكال كوز اوف اكيوت ابدومين. تمام؟ انما البيشنت ويز تايب 2 عاده البيشنت ده بيبقى عنده بوليوريا وبوليديبسيا بس، ممكن يبقى كان معاه شويه ويت لوس، وعادة العيانين دول بتكتشفهم عن طريق ايه؟ عن طريق الصدفة. راح يعمل عملية، راح يعمل تحليل يطمن على نفسه، عنده أي حاجة، راح يعمل تأمين صحي، داخل الجيش، طالع من الجيش، راح يتجوز، راح يتطلق، راح يعمل أي حاجة، يكتشف إن هو عنده ايه؟ إن هو عنده تايب 2 دايابيتس ميليتس. تمام؟ طيب، هل بقى الإنسيدنس على ذكر الجواز والطلاق، هل الإنسيدنس أوف دايابيتس مرتبط بالزواج ولا لا؟ ده سؤال بقى، تمام؟ الناس تجاوبني عليه في الشات بوكس. هل الجواز اتسلف مرتبط بالانسيدنس اوف دايابيتس او يعتبر ريسك فاكتور اوف دايابيتس ولا لا؟ الناس طبعا اللي متجوزه هيجاوبوا وانا عارف اجاباتهم من قبل ما يقولوا. حلو الكلام؟ طيب نيجي نتكلم بقى على الدايجنوزيس اوف دايابيتس. تمام؟ الكلام هنا عايزين احنا ايه؟ اهو كل الناس بتقول اه اكيد حصل. تمام؟ انا مصدق الدكتور عبد الله بيقول لا، يعني متجوز. الدكتور عبد الله، الدكتور عبد الله لسه سنجل ما دام قال لا. حلو الكلام. طيب شوف يا صديقي العزيز، اللي على البحر عوام يا دكتور عبد الله، اللي على البحر عوام. تمام؟ انت فاكر ان انت ده النعيم، انت هتشوف، شوف الجحيم بعينه. المهم اصدقائي الاعزاء، طيب بعد ما اتكلمنا في الانترودكشن الطويله نسبيا دي شويه عن الديفينيشن والتايبس والدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت الدايابيتس، تمام، هنجو ديبر برضه سنه كده صغيره في الحته بتاعتنا شويه، الحته بتاعت الدايجنوزيس اوف دايابيتس، لان قصه الاستابليشمنت اوف الدايجنوزيس اوف الدايابيتس ديت، لا والله يا دكتور جمال انا ما بشجعش على حاجه، انا ولا بشجع على جواز ولا بشجع على طلاق، انا نيوترال. اللي بيقول لي عايز اتجوز اقول له اتجوز، اللي بيقول لي عايز اتطلق اقول له اتطلق. تمام؟ انا انسان نيوترال، لا اتدخل في الاحوال الشخصيه بتاعت اي حد. المهم اصدقائي الاعزاء، المهم معايا يا دكتور، دكتور عبد التواب متابع معايا ولا لا؟ المهم دكتور سعد ازيك، دكتور اشواق، الدكتور شيرين اهلا بيك، الدكتور ريم حمد لله على السلامه، الدكتوره سكينه من ليبيا اهلا بيك. المهم اصدقائي الاعزاء، المهم يقول لك ايه؟ يقول لك ان الموضوع بتاع الاستابليشمنت اوف الدايجنوزيس اوف الدايابيتس ده زي ما قلت لسيادتك معتمد على حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه هي السيمتوماتولوجي او السيمتوم سجستيف اوف هايبر جلايسيميا، والحاجه الثانيه قلنا لك معتمد على لاب بروفايل. شوف بقى معايا الحته ديت كده فيري فاين كده، تمام كده، حته ايه؟ حته ملبن صغيره، ماشي؟ طيب قال لك ايه بقى؟ لو البيشنت عندي ده ايه سيمتوماتيك، لو البيشنت عندي ده ايه سيمتوماتيك، قال لك هنعتمد على الفاستنج بلاد جلوكوز يكون اكتر من 7 وراندوم بلاد جلوكوز اكتر من 11.1، او الاورال جلوكوز توليرانس تيست 2 اورز بوست بريندل يطلع لي 11.1. طيب لو البيشنت اسيمتوماتيك، قال لك الكرايتيريا اللي عندي ديت هتابلاي برضه، ولكن لازم اعيدها على ايه؟ على تو سيبريت اوكيشنز. خلي بالك من الكلام ده، لان الكلام ده ساعات يجي لك ايه؟ all of the following regarding diagnosis of diabetes is correct except. تمام؟ ان البيشنت لو عندك يا جماعه، لو البيشنت عندك اي سيمتوماتيك، لازم تقيس القياسات بتاعتك دي مرتين اون تو سيبريت اوكيشنز قبل ما تقول للعيان انت عندك دايابيتس، لان الدايجنوزيس دوت از ا لايف تشينجينج دايجنوزيس، انت هتدمر حياته.
تمام، انت هتخليه غير يعني هتخليه ايه، يفقد الاهليه في الحياه، يفقد الامل. تمام، فلازم انت لما تقول دياجنوز لحد زي ده يبقى عندك ايه، عندك سوليد ايه، سوليد داتا عن البيشنت ده. حلو الكلام. طيب ايه تاني؟ قال لك خلي بالك بقى هنا من الحته ديت، عشان الحته دي فيها لعب كبير قوي. بالنسبه للاتش بي 1 سي واستعماله في الدياجنوزس بتاع الدايبيتس، لو الاتش بي 1 سي بتاعنا اكتر من او يساوي 6.55 دوت از دايجنوستيك فور دايبيتس. لو الاتش بي 1 سي بتاعي از ايكوال تو او جريتر ذان 6.5، this is diagnostic of diabetes mellitus. رقم اثنين، لو ال HbA1c بتاعي is less than 6.5 it does not exclude diabetes. وهقول لك ليه كمان شويه. المعلومه دي يا صديقي العزيز معلومه مهمه. HbA1c less than 6.5 it does not exclude diagnosis of a of diabetes. لو البيشنت ده is asymptomatic لازم اعيد ال HbA1c. لو البيشنت ده از اسيمتوماتيك لازم اعيد ال HbA1c. الحاجه اللي بعد كده ان خلي بالي من certain situations ال HbA1c فيهم بيبقى of no value in diagnosis of diabetes mellitus، وهقول لحضرتك عليهم كمان شويه. حلو الكلام؟ دي مجموعه من الحقائق اللي لازم تحطها قدامك عشان تقدر تستبلش diagnosis of diabetes with ايه؟ with confidence. حلو الكلام يا صديقي العزيز؟ تمام. طيب الدرجام الصغير ده بيوري حضرتك بقى الكات اوف فاليوز، ومين النورمال ومين الايه الدايبيتس، والبري دايبيتس ده هنتكلم عليه دلوقتي كمان شويه والكلام ده كله. تمام. طيب هل بقى هل البتاع اللي اسمه اتش بي 1 سي ده سيف قاطع بطال يقدر يحدد لي او يقول لي البيشنت ده عنده دايبيتس ولا لا؟ قال لك لا، البتاع دوت مش سيف قاطع بطال. ليه؟ لان مفيش مطلق في الحياه. الحياه كلها عباره عن مجموعه من النسبيات والريلاتيفيتيز. تمام، زي دكتور عبد الله كده اللي فرحان بيقول لك ان ايه، ان الجواز حلو وبتاع والكلام ده كله. تمام، الناس كلها قالت له لا هو لسه مسكين ما يعرفش حاجه. خلاص، فالحياه نسبيه يا اصدقائي الاعزاء. حلو. طيب مين هي بقى الكونديشنز؟ قال لك الكونديشنز ان الاتش بي 1 سي بتاعنا از نوت يوزد فور دايجنوزيس اوف دايبيتس. وخلي بالك من الحاجات ديت. تمام، وهقول لك كده على معلومه، اقول لك ايه، يقول لك ايه رابعهم، ايه رابعهم سيبهرك، زي ما بيطلع في الفيديوهات كده بتاعت الايه، بتاعت الفيسبوك والحاجات ديت، اللي هو خمس اسباب لمش عارف من ايه، واولهم سيشجعك على اي حاجه. المهم رقم واحد هيموجلوبينوبيسيس، يعني البيشنت اللي عنده سيكل سيل انيميا او ثلاسيميا. تمام، لا يعتد على الاتش بي 1 سي بتاعه الهيموجلوبينوباسيس. رقم اثنين الهيموليتيك انيميا، الهيموليتيك ايه انيميا. رقم ثلاثه لو بيشنت عنده انتريتد ايرن ديفيشنسي انيميا، يبقى عندي في ثلاث حاجات في الدم لو موجودين في البيشنت ده انا لا اعتمد على الاتش بي 1 سي بتاعه في الدايجنوزيس بتاعي. رقم واحد ان يكون عنده هيموجلوبينوباسي، رقم اثنين ان يكون عنده هيموليتيك انيميا، رقم ثلاثه ان يبقى عندي انتريتد ايرن ديفيشنسي انيميا. حلو. طيب ايه تاني؟ قال لك لو الست ديت از سسبكتد جيستيشنال دايبيتس. ايه بتقول؟ ايه بتقول سسبكتد جيستيشنال دايبيتس؟ اه، بقول لحضرتك سسبكتد جيستيشنال دايبيتس. ليه؟ لان لو رجعت الكلام اللي انا قلته لحضرتك من شويه، ان احنا لم نعتمد على الاتش بي 1 سي اطلاقا as a diagnostic criterion for diagnosis of gestational diabetes. الجستيشنال البريجننسي itself مش بيسمح لي بان انا استعمل الاتش بي 1 سي as a diagnostic criterion for الديابيتس، ولا استعملته كات اوف فاليو في الدياجنوزس، ولا استعملته في الديسيجن بتاع المانجمنت بتاعي. تمام. طيب مين تاني؟ قال لك العيال الصغيره اللي تشيلدرن. مين تاني؟ قال لك الاتش اي في بيشنتس. مين تاني؟ قال لك البيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز. مين تاني؟ قال لك البيشنت اللي بياخدوا ميديكيشنز ممكن تسبب لي هايبر جلايسيميا زي الكورتيكوستيرويدز. في 8 كونديشنز، الكونديشنز ديت لا يعتد ولا يعتمد ولا يؤخذ براي الاتش بي 1 سي as a diagnostic criterion فين؟ في الـ diagnosis of diabetes. تمام أصدقائي الأعزاء؟ تمام. طيب في معلومة أنا قلت لك من شوية أو كلمة كده أنا رميتها وسبتها وأرجع لمها تاني، اللي هي موضوع البري دايبيتس ده، لأن ده برضو حاجة أنت بتشوفها في حياتك وهتشوفها في الامتحان. يعني إيه البري دايبيتس ده؟ قال لك البري دايبيتس ده patient who do not meet the criteria بتاعة الدايجنوزيس of type 2 diabetes، ولكن
الراجل دوت هيبقى ايه؟ هيديفلوب بعد كده الدايبيتس. يبقى البريشت اللي اسمه بري دايبيتك ده هو داز نوت ميت الكرايتيريا عشان استابليش دايجنوزيس اوف دايبيتس، ولكن الراجل دوت ممكن يديفلوب دايبيتس ايه؟ دايبيتس ان ذا فيوتشر. تمام، طب مين ده؟ قال لك اهو، تعالى هنا اتش بي 1 سي 5.9 ليز 2 ليز ذان 6.5، يعني المنطقه الرماديه دي اللي بتوين النورمال اتش بي 1 سي والديفينيتيف كات اوف فاليو اوف دايجنوزيس اوف دايابيتس، في المنطقه دي بيقع مين؟ بيقع مجموعه الدايابيتس. وهنا برضو از ريجاردنج الفاستنج جلوكوز بيبقى السكر بتاعهم بتوين 6 اند ايه؟ اند بتوين 7، يعني لو هو محصل النورمال ولا هو محصل مين؟ ولا هو محصل الدايابيتس. دوت بنسموه ايه؟ بنسموه بري دايابيتك. عاده الناس دول بتلاقيهم اوبيز وممكن يبقى عندهم حاجات تانية، يبقى عنده هايبرتنشن مثلا ولا حاجة، تمام، ويبقى عندهم انسولين ريزيستنس في الأساس، وبعدين ليتر اون بيديفلوب ايه؟ بيديفلوب دايبيتس بعد كده. طب انا هعمل ايه في العيان ده؟ العيان ده بعمل له كلوز فولو اب. كلوز فولو اب يعني اقول له تيجي تقيس السكر ايه؟ كل شوية كده، وانصحه ان هو يعمل لايف ستايل ادفايس زي ان هو ايه؟ يخس، يعمل ويت لوس. حلو الكلام؟ طيب في برضه مصطلحين مهمين اصدقائي الاعزاء، المصطلحين دولت برضه هتلاقيهم بيتواردوا كتير في الأسئلة وبرضه في حياتك بشكل عام أو في شغلك يعني بشكل عام. رقم واحد فيهم impaired fasting glucose، رقم اتنين impaired glucose tolerance. رقم واحد فيهم impaired fasting glucose ورقم اتنين هو impaired glucose tolerance. مين ال impaired fasting glucose ده؟ قال لك ده fasting glucose between 6.1 and 7. طب اشمعنى ال 7؟ قال لك لأن ال 7 دي هي الكت اوف فاليو للدياجنوزيس اوف دايابيتس. حلو الكلام، يبقى ده عيان اسمه امبيرد فاستنج جلوكوز. تمام، طب التاني مين؟ قال لك ده اسمه امبيرد جلوكوز تولرانس، اللي هو ايه؟ اللي هو ال2 اورز بوست براندial بلاد جلوكوز بتاعه بتوين 7.8 اند 11.1. بتوين مين؟ 7.8 اند 11.1، ده هنسميه ايه؟ هنسميهم امبيرد ايه؟ امبيرد جلوكوز تولرانس. يبقى انا عندي في حاجه اسمها امبيرد فاستنج جلوكوز وحاجه اسمها امبيرد ايه؟ امبيرد جلوكوز تولرانس. الامبيرد فاستنج جلوكوز عباره عن ان يكون الفاستنج بلاد شوجر بتاعه بتوين 6.1 اب تو 7 ليس ذان 7، والتاني الامبيرد جلوكوز تولرانس ان ال 2 اورز بوست برانديال بلاد جلوكوز ليفل بتاعه يبقى بتوين 7.8 اند ليس ذان 11.8 11.1. ده اسمه امبيرد فاستنج جلوكوز عشان هتلاقي عليهم اسئله وامبيرد جلوكوز ايه؟ امبيرد جلوكوز تولرانس. طب الناس دولت قال لك اعمل لهم ايه؟ قال لك الناس اللي عندها امبيرد فاستنج جلوكوز، خلي بالك عشان ده سؤال، الناس اللي عندها امبيرد فاستنج جلوكوز بعمل لها اورال جلوكوز تولرانس تيست عشان ارول اوت الدياجنوزيس اوف ايه؟ الدياجنوزيس اوف الدايابيتس. لو البيشنت ده عملت له اورال جلوكوز تولرانس تيست وطلع ال2 اورز بوست برانديال بتاعه اقل من 11.7 11.1 ولكن في نفس الوقت اكتر من 7.8، بسميه ايه؟ بسميه امبيرد جلوكوز ايه؟ امبيرد جلوكوز تولرانس. تمام، امبيرد ايه؟ امبيرد جلوكوز تولرانس، ولكن ايه؟ ولكن مش دايابيتس. ليه؟ لان الكات اوف فاليو بتاعتي للدايابيتس يبقى اكتر من كام؟ ال 2 اورز بوست براندين. حد يقول لي كده في الشات بوكس اكتر من كام؟ ال 2 اورز بوست براندين بسرعه. الدكتوره ريهام، الدكتوره مياده، 2 اورز بوست براندين اكتر من كام؟ الدكتور سعد، الدكتور عبد الوهاب، 11.1 11.1. برافو عليك دكتوره مياده. حلو الكلام، واضح لغايه دلوقتي؟ تمام. طيب هنا بقى اصدقائي الاعزاء، جدع دكتور عبد المجيد شرفتنا. هنا بقى اصدقائي الاعزاء، هنا ساسكت قليلا. هنا ايه؟ ساسكت قليلا. ليه؟ عشان نلتقط انفاسنا شويه. اللي عايز يشرب يشرب، اللي عايز ياكل ياكل، اللي عايز يلعب يلعب، تمام؟ لجزء من الثانيه. تمام؟ ثم ارجع اقول لحضرتك حاجه. Diabetes is a universal disease. Diabetes is better to be considered as a vascular disorder. Diabetes is not just hyperglycemia. Hyperglycemia is just an one aspect of diabetes. When diabetes acquire أو بتكتسب أهميتها من الميكروفاسكولار أند ماكروفاسكولار كومبليكيشنز بتاعتها. تمام؟ ليه عين في الدايابيتس ليها تايبس، ليها دايجنوزيس، ليها دايجنوستيك كرايتيريا، وليها انواع لازم نبقى عارفينها عشان الكلام ده هيبقى ريفلكتد فين؟
ريفلكتد في المانجمنت بتاعنا. ارجع واقول لك يا صديقي العزيز ان جنرالي وبرودلي سبيكينج وات ايفر السب تايب اوف الدايبيتس ايه، انت في الاخر هيبقى عندك فيه نوعين اساسيين هم اللي هتبدا تديفلوب مانجمنت بلان على اساسهم، ان يكون عندك حاجه اسمها تايب 1 وحاجه اسمها تايب 2. تمام؟ حلو؟ واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ حد يرد عليا واضح ولا مش واضح؟ قول لي يس او نو او هز راسك كده. حلو الكلام؟ او بربش بعينيك. ماشي يا دكتور عبيدي؟ تمام يا دكتور عبد المجيد؟ تمام معايا يا دكتور عبد الله والدكتورة ميادة؟ سابتنا واحد فين؟ دكتورة ميادة اتفرج على السفاح بعد شوية، السفاح هيجي اتفرج عليه موجود، مش لازم تتفرج على المسلسل ساعة المحاضرة. حلو الكلام؟ طيب ركز معايا بقى يا صديقي العزيز، ركز معايا يا صديقي العزيز. تمام؟ ركزوا معايا. الكلام اللي هنبتدي دلوقتي بقى كلام مهم جدا، وانا اخترت ان المانجمنت بتاع الدايبيتس نقوله في الاول كده تمام عشان يبقى لازق فيه الايه، لازق فيه الفكره اللي احنا لسه عمالين نتكلم فيها، او يبقى كونسوليديتد جنب مجموعه الكونسبتس اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. تمام؟ المانجمنت اوف دايبيتس جنرالي او برودلي سبيكينج هنتكلم على حاجتين. تمام؟ احنا لسه ما اتكلمناش على الكومبليكيشنز بقى، والقصه دي قصه تانيه خالص هنشوفها في الابروتش تو بيشنت ويز دايبيتس المره الجايه. ولكن انا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك ان at the end of the day بل في الاخر خالص انا هصنف عينين الدايبيتس بالنسبه لي لواحد تايب 1 وواحد ايه؟ واحد تايب 2. طب انا كمرتضى منصور هيفرق معايا ايه الكلام ده يا دكتور عبد المجيد؟ هيفرق معايا في ان المانجمنت بتاع تايب 1 is totally different من المانجمنت بتاع تايب 2. ليه؟ لان البيزك اندرستاندنج اوف الدايبيتس بيقول لحضرتك ان التايب 1 از ان ابسولوت deficiency of الانسولين، انما الثاني از التايب 2 از ا ريليتيف deficiency اوف الانسولين. فبالتبعيه يا صديقي العزيز ومش محتاجه ذكاء، ان فاندمنتال في المانجمنت اوف بيشنت ويز تايب 1 ان انا هستعمل مين؟ ان انا هستعمل الانسولين. تمام؟ وهنا بقى معضله المعضلات في الفهم عند ايه؟ عند الناس. ليه؟ لان انت دايما بتتلخبط بين انواع الانسولين والديفرنت ريجمنتس بتوعك اللي انت تستعمله. احنا هنا هنحاول نسمبليفاي الموضوع از ماتش از وي كان، ونخليه تو ذا بوينت از ماتش از وي كان، بحيث ان انت تقدر ايه؟ تقدر تطلع من المحاضره ديت لما تسمعها، مش لازم اول مره، من تاني مره مثلا ما تسمعها ولا حاجه، يبقى على الاقل عندك الخطوط العريضه العميقه جدا ليه ازاي انت تفورموليت انسولين للبيشنت اللي قدامك. وده التحدي اللي بيقابلك، لان انا زي ما قلت لسيادتك لو جبت واحد في الشارع وجيت قلت له انا والله عندي بوليوريا بوليديبسيا وان انتشنال ويت لوس وبحس ان انا تعبان وهمتان، هقول لك روح حلل السكر. فبالتالي هي مش محتاجه ايه؟ مش محتاجه سنين الطب دي كلها والمذاكره دي كلها عشان تشخص ان عنده سكر. ولكن الشطاره والكفاءه فين؟ الشطاره والكفاءه في الديسيجن ميكنج والمانجمنت بلان بتاعتك اللي انت هتحطها مظبوط، بارتيكولاري فين؟ بارتيكولاري في حته الانسولين. بارتيكولاري في حته الانسولين دي اللي بتفرق بقى دكتور من دكتور يا جماعه، دي اللي بتفرق الشطاره من عدم الشطاره. حلو الكلام؟ ليه؟ اي حد هيعرف يكتب ميتفورمين، هيعرف يكتب دايماركر، هيعرف يكتب الحاجات الاورال دي كلها. لكن اللعبه بتاعت الانسولين دي لعبه ايه؟ لعبه محتاجه واحد معلم شويه. ماشي يا دكتور عبد الله؟ ركز معايا. المهم بالنسبه لي صديقنا العزيز اللي هو التايب 1 دايابيتس ده بالخطوط العريضه كده، رقم واحد انا عندي فيه ثلاث طرق ان انا اقدر امانج بيها العيان ده. تمام؟ رقم واحد انسولين ثيرابي، رقم اثنين حاجه اسمها نون انسولين ثيرابي، رقم ثلاثه حاجه اسمها سيرجيكال موداليتيز. حلو الكلام؟ يبقى انا العيان بتاع التايب 1 ده عندي فيه ثلاث حاجه من ثلاثه انا هستعملهم في العيان ده. رقم واحد انسولين، رقم اثنين نون انسولين انجكتبل ثيرابي او نون انجكتبل حتى بنسموها نون انسولين ثيرابي، والحاجه الثالثه ان انا ممكن الجا للسيرجيكال موداليتيز او سيرجيكال تريتمنت اوف بيشنت ويز تايب 1 دايابيتس. وهنشوف ازاي القصه بتاعتي دي. زي ما قلت لسيادتك ان في الاساس، في الاساس مشكله البيشنت اوف تايب 1 ده ان هو عنده ايه؟ ان هو عنده انسولينوبينيا، يعني عنده انسولين ديفيشنسي. فبالتالي وبالعقل والمنطق ان انا هعتمد على ايه؟ اعتمد على حاجه اسمها انسولين ريبليسمنت ثيرابي. زي كده فاكر الثيرويد لما قلنا ثيرويد هرمون ريبليسمنت ثيرابي؟ فاكر؟ تمام. هنا برضه هنستعمل ايه؟ هنستعمل انسولين ريبليسمنت ثيرابي.
الانسولين ريبليسمنت ثيرابي ده صديقي العزيز جنرالي سبيكنج كده بعمل حاجه من اتنين، ركز معايا بقى عشان تبدا ايه، تبدا تفهم. يا اما بدي العيان ده مالتيبل ديلي انجكشنز، بنسموه ده ام دي اي ابروتش، مالتيبل ديلي انجكشنز، يا اما بركب للعيان ده حاجه اسمها كونتينوس سبكيوتينيوس انسولين انفيوجن اللي هي البامب، كونتينوس سبكيوتينيوس انسولين ايه، انسولين انفيوجن. يبقى انا بالنسبه للانسولين ثيرابي بتاعي في العيان ده هعمل ايه يا اصدقائي الاعزاء؟ رقم واحد يا اما اديله مالتيبل ديلي انجكشنز، ودي بقى بتبقى اللخبطه فيها كلها، يا اما الحاجه الثانيه ان انا احط للعيان ده بامب واخلص بقى من القصه دي اللي هو كونتينوس سبكيوتينيوس انسولين انفيوجن. في انواع كتيره من البامبات ديت، وفي بامبات فيها سنسورز، وفي بامبات بتدي بيزل انسولين، وفي بامبات تقيس السكر وتعطيها بولس، في انواع كتير، مش هي دي القضيه بتاعتنا. تمام، وات ايفر الابروتش بتاعك ده، وات ايفر الابروتش بتاعك ده، خلي بالك من النقطه دي، انا الهدفي في البيشنت ويز دايابيتس ان انا احقق حاجتين، والكلام ده اتطبقه على بارت 1، على تايب 1 وتايب 2. هدفي ان انا اكونترول الهايبر جلاسيميا ويز افيشنسي، ان انا يبقى عندي فيه افكتيف ميديكيشن. رقم 2 ان في نفس الوقت الميديكيشن ده يبقى ايه، يبقى سيف فور ذا بيشنت. يبقى انا عندي 2 اسبيكتس هنا لازم اتعامل معاهم بميزان حساس من ذهب. يا دكتور عبد الله، الذهب اللي هتجيبه لما تتجوز هتكوع دم قلبك فيه يا حبيبي وعلى الفاضي. حلو الكلام، اللي هو ايه، اللي هو الافكتيفنس اوف الميديكيشن اللي بستعمله، ورقم 2 السيفتي اوف الميديكيشن اللي بستعمله. حلو الكلام، يبقى بستعمل رقم، يبقى انا بركز، خلي بالك معايا في الكلام عشان الكلام دوت هيتبنى عليه اساطير جايه. يبقى انا بعتمد، او انا لازم احط في دماغي لما باجي ابدا ابريسكرايب انتي دايابيتيك ميديكيشنز ومنهم الانسولين حاجتين، الافكتيفنس، ورقم 2 ايه؟ رقم 2 السيفتي. ما انا ممكن يبقى عندي دواء افكتيف جدا بس دخل البيشنت فين؟ في هايبوجلايسيميا، تمام، فساعتها هيبقى الدواء ده مضر. او ممكن يبقى افكتيف جدا ويبقى ليه بروفايل سايد افكت، بروفايل سيء جدا، فبالتالي مش هقدر استعمله. يبقى انا لازم اوازن بين ايه يا دكتور ريهام؟ لازم اوازن يا دكتور مياده بين الاثنين، اللي هم ايه يا دكتور عبيدي؟ اللي هو رقم 1 الافكتيفنس، رقم 2 ايه؟ السيفتي اوف الميديكيشن اللي انا بستعمله. حلو الكلام؟ طيب انا عندي هنا زي ما قلت لحضرتك ان انا عندي طريقتين في العلاج، طريقتين في العلاج او 2 ابروتشز، يعني ان انا شكشك العيان ده مالتيبل ديلي انجكشنز، والحاجه الثانيه ان انا ايه؟ ان انا اديله كونتينوس سبكيوتينيوس انسولين انفيوجن. طيب مين بقى هم الابطال اللي هيساعدوني في القصه دي؟ ايه هي الادوات بتاعتي اللي انا هستعملها في الانسولين ريبليسمنت بتاعتي؟ هل كل الانسولين ريبليسمنت ثيرابي سواء؟ لا. عشان تفهم القصه دي صديقي العزيز لازم ترجع لسنه ثانيه طب بقى وتفهم الانسولين دوت كان بيطلع ازاي. الانسولين دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى في عندك في بيزل انسولين بيبقى طالع مغطيك 24 ساعه، وبيبقى في بولسز اوف الانسولين بتطلع لما ايه؟ لما تيجي تاكل. خلاص؟ والبولسز اوف الانسولين ده يا جماعه حاجه في منتهى ايه؟ في منتهى الحزن وفي منتهى الكآبه. ليه؟ لان معظم الناس اللي بتعاني من ان هي الناس اللي بتحاول تعمل دايت وما بتخسش هي اللي مش بتفهم الحته دي، فاللي فيكم بقى عايز يعمل دايت ويخس يفهم الحته ديت كده معايا شويه، تمام؟ ادي عندك ايه؟ ادي عندك يا صديقي العزيز، تمام؟ انا عايز ارسم بس مش عارف ارسم، ليه ما اعرفش. المهم بص يا صديقي العزيز، ادي هنا عندك البيز لاين بتاعك، وادي هنا عندك ايه؟ عندك ادي كده خط وعندك البيز لاين بتاعك. حلو الكلام؟ مش عارف ليه الخط بيختفي، اسمه فانيشنج لاين. المهم تمام؟ عندك انت حبيبي انسولين، بيزل انسولين بتاعك ده بيبقى طالع كده، البيزل انسولين بتاعك بيبقى طالع ايه؟ طالع كده. حلو، اهو ده البيزل انسولين بتاعك. تيجي تاخد وجبه الفطار او تاكل اي حاجه يطلع لك حبه انسولين كده شويه، يطلع لك ايه؟ يطلع لك حبه انسولين كده، تمام، بولس. تيجي تاكل شويه يطلع لك ايه؟ يطلع لك حبه انسولين تاني، بولس تاني، تمام. يجي يطلع لك تاني يطلع لك حبه انسولين تاني. المشكله بقى في السيرج اللي بيحصل ده، الناس اللي ما بتعرفش تخس لان هي بتتبع حميه غلط، تمام، ويجي يقول لك مثلا ايه، طب ايه المشكله ما انا ما اكلتش النهارده، ما اكل حته شوكولاتايه او احط معلقه سكر في الاكل. معلقه السكر دي اللي بتعمل لك الانسولين سيرج، دي بتعمل لك المشكله الكبيره. الناس اللي عندهم دايابيتس بيبقى محرومين من السيرجات دي. ليه؟ لان الانسولين عندهم بيبقى ديفيشنت او بيبقى مش موجود، تمام. طيب فاحنا بنعمل ايه؟ احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا نميمك
النورمال انسولين سكريشن، ان انا يبقى عندي فيه بيزل انسولين بديه على طول تمام، او بيزل انسولين مغطينا 24 ساعه، وانسولين يطلع لي لما اكون محتاج له، انسولين يطلع لي امتى؟ لما اكون محتاج له. تمام، كل الريجيمنتس اللي عندي اتبنت على الحقيقتين دول. فبعمل ايه؟ بدي بيزل انسولين للعيان، وده عاده بيبقى لونج اكتنج انسولين تمام، وعشان يغطيني ال 24 ساعه او اطول وقت ممكن تمام، والكيرف بتاعه بيبقى فلات، زائد بعد كده ان انا بدي مين؟ ان انا بدي شورت اكتنج ايه؟ شورت اكتنج انسولين وين نيدد، لما ايه؟ لما بياكل العيان ده. العيان بياكل 3 مرات ياخد ايه؟ ياخد 3 جرعات، بياكل مرتين ياخد ايه؟ ياخد مرتين، اكل مره واحده ياخد ايه؟ ياخد مره واحده. عشان احاول اميمك ايه؟ اميمك النورمال فيسيولوجي بتاع مين؟ الانسولين، او احاول ان انا ابقى شبه النورمال فيسيولوجي بتاع مين؟ بتاع الانسولين. زائد بقى حاجه خلي بالك منها، حاجه اسمها كوريكشن انسولين. الناس اللي اشتغلوا مع ناس بتوع دايابيتس، او اللي شافوا ناس بتوع دايابيتس بيكتبوا الانسولين بتاعهم تمام، خاصه في البيشنت ويز تايب 1 ده، هتلاقيه بيديك بيزل انسولين في الاول، هتلاقيه بيديك بيزل انسولين في الاول تمام، ثم برافو عليك يا دكتور ريان، ثم بيبقى معاه بولس 3 مرات في اليوم، او اكوردنج تو الميلز بتاعته قد ايه تمام. وبيقول لك مثلا ايه، مثلا اديك مثال، بيقول لك خد مثلا لانتوس 10 وحدات بالليل، ده البيزل انسولين بتاعك، وبعدين يقول لك خد اكت رابت او نوفو رابت 3 مرات في اليوم، ويحدد لك مثلا يقول لك ايه، تاخد 10 وجبات عند كل واحده. هنشوف الحسبه دي بتتحسب ازاي، زائد انه يقول لك بلس حاجه اسمها كوركشن انسولين. الكوركشن انسولين ده يعني ايه؟ يعني العيان بيقيس السكر بتاعه بعد الوجبه او قبلها، ويشوف السكر بتاعه قد ايه، وممكن يزود اكوردنج تو جدول بيبقى موجود معاه تمام. سيبك من حته الكوركشن دي عشان ما تدخلش نفسك في ايه، في دايليما، ولكن خليك في الاساس عندي ان انا عندي بيزل مع ايه، مع بولس، عندي بيزل مع مين، مع بولس، بنسميه بيزل بولس ريجيمين. ده اللي هو بيعتمد عليه مين؟ بيعتمد عليه المالتي دراج، المالتيبل ديلي انجكشن ميثود. حلو الكلام، ده الاساس بتاعي. ماشي يا اصدقائي الاعزاء، تمام. البيزل عندي بيبقى ايه؟ بيبقى لونج اكتنج، انما التاني اللي هو الميل تايم ده بيبقى ايه؟ بيبقى رابيد اكتنج، او بيسموه ايه؟ اللي هو رابيد اكتنج، او ساعات بيبقى الترا رابيد اكتنج، ايه؟ الترا رابيد اكتنج انسولين. حلو الكلام؟ طيب خلي بالك من حاجه بقى، ان في البيشنت ويز تايب 2 دايابيتس، تايب 2 دايابيتس، الانالوج انسولين في حاجه اسمها ال بي اتش انسولين، ده بيبقى هيومن انسولين شبه الهيومن تمام، وحاجه الثانيه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الانالوج، ده المخلط. الانالوج انسولين دوت افضل من الان بي اتش، عشان خلي بالك دي حته بتلاقيها في الاسئله برضه، مين احسن الان بي اتش ولا الانالوج؟ الانالوج احسن. الانالوج زي مثلا زي اللانتوس مثلا والحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي تمام، ليه احسن؟ لان بيبقى اسوشيتد ويز ليس هايبوجلايسيميا وليس ويت جين، ودولت مشكلتين كبار في في الانسولين ثيرابي، زائد ان هو بيوصلك لتارجت ايه؟ بيوصلك لتارجت اتش بي 1 سي احسن من الهيومن انسولين العادي. طيب حاجه تانيه، دايما هتلاقوا مثلا على الاليما بتاعت الانسولين يقول لك دوت يو 300 او يو 100، مثلا زي الجلاجرين او الديجلوداك تمام. طب ايه القصه دي؟ ده الكونسنتريشن اوف وحدات الانسولين جوه ايه؟ جوه الانجكشن اللي عندك ده. برضه هتلاقوا سؤال شبه ده كده على ايه؟ سؤال شبه ده في الباس تيست وانتوا بتحلوا، مين احسن بقى ان انا استعمل اليو 300 ولا اليو 100 مثلا؟ قال لك اليو 300 اللي هو الكونسنتريتد انسولين، بيسموه كونسنتريتد انسولين، احسن من اليو 100 ده. ليه؟ لان هو برضه اسوشيتد وذ لور ريسك اوف هايبوجلايسيميا كومبيرد تو الان كونسنتريتد او النوت كونسنتريتد ايه؟ انسولين. حلو الكلام؟ طيب يبقى انا دلوقتي اصدقائي الاعزاء عشان اتملك ادواتي مظبوط في البيشنت ويز تايب 1 انسولين، بارتيكولري لو انا بتكلم على الانسولين بليسمنت ثيرابي، لازم اعرف الادوات بتاعتي ايه. انا هستعمل حاجتين، هستعمل رقم واحد لونج اكتنج از بيزل، وهستعمل رابيد اكتنج انسولين از ايه؟ از ابولس اللي هو بيسموه ميل تايم انسولين. حلو الكلام؟ طيب لغايه كده برضو انا ما فهمتش انا هستعملهم ازاي. عشان تفهم تستعملهم ازاي، لازم تفهم حاجه اسمها الريجيمنتس اند ايه، اند الدوزنج بتاعتك. ازاي انت هتبدا تفورموليت الريجيمنت بتاعك وتبدا تفورموليت الدوزنج بتاعتك؟ نقطه مهمه جدا اصدقائي الاعزاء، واعتقد كلكم عارفينها وكلكم سمعتوها، ان الانسولين او الدوزنج اوف الانسولين دوت ماست بي تيلورد اكوردنج تو البيشنت بتاعك ده. يعني الطريقه اللي انت بتفصل بيها الدوز بتاعتك والريجيمين بتاعك بتاع الانسولين لازم يكون متفصل على الايه؟ على العيان بتاعك ده. اكنك كده رايح تفصل بدله او تفصلي فستان،
تمام. ما هو مش كل واحده مقاسه شبه الثانيه، لما تروح تعملها عند الخياطه بتفصلوا لك عليك انت. وانت استاذنا يا دكتور عبد الله لما هتروح تفصل بادجت الجواز ان شاء الله، تمام، عشان بعد كده تبقى تقول لنا رايك في الموضوع ده، ماشي. لما تروح تفصل بادجت الجواز بتاعتك بيفصلها لك على مقاسك انت يا دكتور عبد الله، مش على مقاس حد تاني. طبعا بعد اسبوع بالظبط بتلاقي البدله ديت ايه؟ هتلاقي البدله ديت ما دخلتش فين؟ ما دخلتش فيك يا دكتور عبد الله، وساعتها هتعرف فوائد الجواز ان شاء الله، تمام؟ طيب المهم صديقي العزيز، المهم صديقي العزيز، احسنت دكتور ريهام، تمام. بنعمل ايه؟ قال لك، قال لك ايه؟ قال لك اه، قال لك اول حاجه، اول حاجه بحسب حاجه اسمها توتال ديلي انسولين ريكوايرمنت. التوتال ديلي انسولين ريكوايرمنت بتاع العيان ده، طب ازاي بحسبه؟ قال لك انا عندي فورمولا، الفورمولا دي بتقول لك ان انا بستعمل 0.4 تو 1 يونت بير كيلو جرام بير دي. يعني العيان ده وزنه 100 كيلو هيحتاج من 40 ل 100 يونت بير دي. حلو الكلام. يبقى انا زي ما دكتور ريهام قالت لنا كده ان الدوزنج بتاعي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الويت اوف ذا بيشنت، اتس ا ويت بيزد فورمولا، تمام. لازم تبقى عارف الارقام دي عشان هتشوف دلوقتي الارقام دي هتتغير ازاي واحنا بنتكلم على التايب 2. يبقى في التايب 1 خلي بالك يا دكتور عبد الله، يا دكتور سعد الصديق العزيز، يا دكتور عبد التواب، يا دكتور ريهام، يا دكتور مياده، يا دكتور شيرين، دكتور ريم جمال، خلي بالكم الدكتور اشواق، الدكتور سكينه، تمام. خلي بالكم ان انا هنا بحسب according to the weight of the patient في type 1، خلي بالك عشان في type 2 الارقام هتختلف شويه، تمام. بعتمد على 0.4 to 1 unit per kilogram per day، 50% منهم بيزل و50% منهم بقسمهم على ايه؟ على الميل تايم دوزنج اللي هو بيسميه البولس. يعني لو العيان دوت وزنه 100 هندي له من 40 ل 100، هنفترض ان هو خد 100 وحده عشان نسال على نفسنا الحسبه، يبقى ياخد 50% منهم بولس، وال 50 التانيين يتقسموا على 3 جرعات، ال 50 التانيين بتوع الرابيد اكتنج يتقسموا على ايه؟ يتقسموا على 3 جرعات على حسب الوجبات بتاعته. حلو الكلام؟ حلو تمام. طيب قال لك ايه؟ قال لك الريكومنديشنز بتاعتنا ان احنا خارج الامور الوسط، ولا هنبتدي ب 0.4 ولا هنبتدي ب 1. قال لك الامريكان دايابيتيك اسوسيشن في اخر جايد لاينز ليها 2023 قالت لك ايه؟ قال لك نبتدي ب 0.5 مللي جرام، 0.5 يونت بير كيلو جرام بير دي، دي التيبيكال ستارتنج دوز، تمام. طيب لما اجي ازود واقسمها برضو 50 50، السؤال هنا بقى عشان الحته دي تتسالوا فيها، تمام، واللي يعرف يجاوبني في الشات بوكس. لما اجي ازود، لو انا جيت دلوقتي عندي عيان، عيان ده تايب 1 دايابيتس، وانا رحت بديت بجبته وحسبت له وزنك كام، حطيته على الميزان اكني بوزن خروف، تمام، حطيته على الميزان طلع وزنه مثلا قد كده، ورحت حاسب له 50 و50. طب انا عايز اعمل مونيتورنج بقى للريجيم بتاعي ده والدوزنج بتاعي ده جاب نتيجه ولا لا، بعمل ايه؟ بقول له اسلي السكر الصبح فاستنج بلاد جلوكوز. طب يا دكتور ريهام ودكتور مياده، دكتور شيرين، دكتور سعد، دكتور عبد التواب، دكتور عبيدي، دكتور عبد الله، لو جيت لقيت الفاستنج بلاد جلوكوز بتاع البيشنت ده از نوت اتشيفنج التارجت بتاعي، هزود مين؟ ازود مين يا معلمين؟ انا ما قلتش ازود كام، قلت ازود مين. الله عليك يا عبد الله، ما اسمهاش النايت دوز، اسمها البيزل. ازود البيزل، ازود البولس ليه؟ ده انا قايسه صايم يا دكتور جمال، هو صايم لسه ما اكلش، ازود البولس ولا ازود البيزل؟ ازود البيزل ليه؟ لان البيزل ديت هي اللي ظبطالي ال 24 ساعه بتوعي، البولس دول انا بديهم لما ياكل. طب افرض ما اكلش، ما هو مش هياخد البولس، ما هو لو ما اكلش مش هياخد البولس يا صديقي العزيز، فهمتني؟ تمام. يبقى خلي بالك عشان الحته دي موضع ايه؟ موضع سؤال. احسنت يا دكتوره منى، برافو عليك دكتوره منى محمد، تمام. يبقى انا اصدقائي الاعزاء الدوزنج ده ايه؟ الدوزنج بتاعي مهم. حلو الكلام. طيب ادي عرفنا ايه ازاي نعمل الدوزنج بتاعنا وازاي ومين هنزوده امتى. طيب التايمنج بتاعي امتى بقى؟ امتى بقى ادي بقى الكلام اللي انا بديه ده؟ قال لك البيزل تديها بالليل، البيزل ايه؟ تديها بالليل، تمام، وتقيس مكانه، وتقيس الصبح مين؟ وتقيس الصبح ايه؟ الفاستنج جلوكوز، عشان على اساسه هتعمل لها التايتريشن. البوست برانديال ديت بقى، تمام، هي اللي هظبط عليها مين؟ البوست برانديال هي اللي هظبط عليها ايه؟ هظبط عليها البولس بتاعي. حلو الكلام. يبقى انا البيزل، البيزل بظبطه على الفاستنج، والبولس بظبطه على البوست برانديال. واضحه يا جماعه؟ يبقى البيزل بظبطه على الفاستنج، والبولس بظبطه على مين؟ بظبطه على البوست برانديال.
حلو الكلام. طيب الجدول اللي قدام حضرتك دوت بيقول لحضرتك الريجيمنتس اللي انا بستعملها ايه. تمام، بستعمل مالتيبل ديلي انجكشنز، تمام، ويز لونج اكتنج انسولين مع رابيدلي اكتنج اور الترا رابيدلي اكتنج. تمام، دوت الفيفرابل ايه؟ فيفرابل ريجيم اللي انا بستعمله، اللي هو دكتور ريهام قال لنا عليه في الشات بوكس، قال لنا اسمه ايه؟ اسمه بيزل بولس ريجيم. اسمه ايه؟ اسمه بيزل بولس ريجيم، اسمه حلو. تمام، يا اما بقى بستعمل حاجات تانية، ان انا ممكن استعمل ان بي اتش، تمام، واستعمل معاه رابيد اكتنج او الترا رابيد اكتنج، او استعمل ان بي اتش ومعاه شورت اكتنج، او ممكن بعمل حاجه تانية بقى اللي هو ايه الشغل بقى اللي على قديم والميكس تارت. تمام، ان انا بستعمل حاجه اسمها ميكسد ايه او بري ميكسد انسولين. بري ميكسد انسولين ده بيبقى انجكشن واحده، بيبقى انجكشن واحده، ولكن اصدقائي الاعزاء ارجو ارجو ان اللي يفتح المايك يعمل له ميوت، عشان بس الانتجريتي بتاعت المحاضره، بس عشان ما يشاورش على زمايله. تمام، اللي هلاقيه المايك بتاعه مفتوح مش هعمل له حاجه، هقول له بعد اذنك اقفل. المهم البري ميكسد انسولين ده اللي هو اللي اسمه ميكستارد ده، تمام، الشغل بتاع زمان ولسه موجود لغايه دلوقتي بيستعمل. يعني ده عباره عن ايه؟ عباره ان انا جايب بيزل انسولين وحاطط عليه شورت اكتنج انسولين، تمام، الاثنين ميكسد مع بعض جاهزين. تمام، وبدي العيان ده اثنين انجكشنز في اليوم، واحده الصبح وواحده بالليل. تمام، الاثنين والانسولين ده البيزل بيخش يشتغل بيزل، والتاني بيشتغل از ايه؟ از شورت اكتنج. حلو؟ طيب ركزوا معايا اصدقائي الاعزاء، في بقى جزئيه مهمه جدا نخلي بالنا هنا منها، عشان برضه بتلاقي عليها اسئله في الامتحان بالنسبه للانسولين ثيرابي في البيشنت ويز تايب 1 دايابيتس ده. بتلاقي ايه يا صديقي العزيز؟ بتلاقي حاجه اسمها انسولين انديوست لايبودستروفي. انسولين ايه؟ انسولين انديوست لايبودستروفي. اللي حل منكم اسئله كده بتاعت الدايابيتس كده غلط وحل اسئله دايابيتس يعني وقع قدام عينيه الكلام ده انسولين انديوز لايبودستروفي في السيناريو ده، يبقى ايه يقول لنا في الشات بوكس اللي هو شايف ايه الانسولين انديوز لايبودستروفي في ده. ده عباره عن اكوموليشن اوف السبكيتينيوس فات في المكان بتاع الانجكشن بتاع ايه؟ بتاع الانسولين ده. هتلاقي الناس اللي بتاخد انسولين بقالها فترات طويله، تمام، او الناس اللي بتاخد انسولين بشكل غلط بيحصل لها الايه؟ بيحصل لها برافو عليك يا دكتور ريهام. الدكتور يا اما اتنين ده مالتيبل انجكشن ات ذا سيم سايت، اللي بتاخد الانسولين بقالها فترات طويله خلاص ما بقاش في حته في جسمها تاخد الانسولين. وفي ناس بتتعود بقى، هو متعود ياخده في فخده، فبياخده في فخده في نفس المكان، تحس ان هو بياكد على المعلومه، مثلا يقول له هي الحته ديت اللي هيخش منها الانسولين، يعني لو حطها في حته ثانيه الانسولين مش هيخش. تمام، بنسال لك ايه؟ قال لك ان بيحصل اكوموليشن اوف السبكيوتينيوس فات فين؟ في الحته اللي عندها ايه؟ اللي عندها ات ذا سايت اوف انجكشن ده. تمام، ان انت بتعمل مالتيبل انجكشنز في ايه؟ في المكان واحد. طيب اللايبودستري في دوت مشكلته في ايه بقى؟ تمام، مشكلته في ايه؟ ان المكان دوت لما بيحصل فيه تتجمع السبكيوتينيوس فات ده بيأثر على الانسولين ابسوربشن. تمام، فبالتالي النتيجه بتاعه الانسولين بتاعتك بتبقى مش مظبوطه. بمعنى ان انا دلوقتي اعطيت عيان مثلا بيزل 10 وحدات لاندس، وريت اقيس له صراع هو يدي نفسه في نفس المكان. جه بعد كده لقيت العيان دوت السكر بتاع الفاستنج مش مظبوط، فانا تلقائيا بعمل ايه؟ هزود الانسولين. طب زودت الانسولين يا عم الحاج، وبعدين قال لك برضه بياخده في نفس المكان وفي نفس الوقت، بيقول لك ايه؟ وفي نفس الوقت يلاقي السكر بتاعه لسه مش مظبوط، ازود 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 لغايه ما العيان عندي يخش في هايبوجلايسيميك كوما. ليه؟ لان انا ما خدتش بالي ان العيان ده حصل له لايبو ديستروفي، لان هو عمال يحقن نفسه في نفس المكان. عشان كده حته براكتيكال كده بقول لحضرتك عليها، وبرده في الامتحان تشوفها، تمام، وهتلاقي مكتوبه في الجايد لاينز، لو انت بتدي عيان انسولين والبيشنت از نوت اتشيفنج تارجت، اول حاجه تشيك الانجكشن تكنيك بتاع العيان ده، هو بيحقن نفسه ازاي؟ ما ممكن يكون بيحقن نفسه انترا ماسكل، ما ممكن الراجل دوت يكون راجل رفيع كده وزنه 15 كيلو ولا حاجه، ما فيش حته دهون في جسمه يحقن منها نفسه ايه؟ نفسه الانسولين، فالانسولين بيخش انترا ماسكل مثلا وانت عمال تزود في الجرعات، فاهمني؟ فاول حاجه تشيك الانجكشن تكنيك اوف ذا بيشنت. المهم ان اللايبودستري في دوت بيتسبب لي ان بيحصل في عندي ابنورمال انسولين او اراتيك انسولين ابسوربشن، وبالتالي الجلوكوز او جلايسيميك كنترول بيبقى فاريبل، ممكن الانسولين اللي هتحطه بقى ابسوربت شويه وحبه مش ابسوربت، تمام، فبالتالي الجلايسيميك كنترول بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى فاريبل، وممكن يدخل مني في ايه؟ في ان اكسبلين ذا هايبوجلايسيميك ايبيسودز،
ان اكسبليند ايه هايبوجلايسيميك ريسورس. طب ازاي بقى اقدر اتجنب القصه دي يا دكتور ريهام؟ رقم واحد ان انا اعمل بروبر انسولين انجكشن تكنيك، رقم حاجه اسمها اعمل حاجه اسمها انجكشن سايت روتيشن، يعني ما اديش الانسولين كل مره في نفس المكان، مره في رجل اليمين، مره في رجل الشمال، مره في الجنب اليمين من البطن، مره عند الامبلايكس، مره في ايده، مره في قفاه، مره في شعره، مره في مناخيره، وهكذا. تمام، المهم ان انا ما ايه ان انا اعمل روتيشن كده. تمام، روتيشن لي تمام. الساده الزملاء اللي بيفتح المايك او بيتفتح منه غصب عنه يخلي باله عشان الانتجريتي اوف ذا ليكشر، عشان بعد كده تمام يعني مش هعمل له حاجه. ماشي، طيب. المهم اصدقائي الاعزاء، ده كده الكلام بتاع ايه بتاع الانسان. هل في صعوبه عند حضراتكم لغايه النقطه ديت ولا الامور واضحه؟ لو حد شايف ان الامور واضحه لا يقول الدنيا تمام، تمام الدنيا تمام تمام يا دكتور عبد التواب، اقفل المايك. تمام، حلو الكلام، ماشي ماشي، حلو كده. طيب ده كده على الانسولين اصدقائي الاعزاء. نبدا بقى نتكلم على حاجه اسمها النون انسولين تريتمنت فور التايب 1. نون انسولين تريتمنت فور التايب، والله حاولوا ان هم ايه يخترعوا موداليتيز جديده كده لا تعتمد على الانسولين، زي حاجه اسمها ايه برامي لينيتايد. ايه البرامي لينيتايد ده؟ قال لك دوت عباره عن بيبتايد، امايلين بيبتايد ناتشورال اوكيرنج، بيبقى موجود في البيتا سيل. تمام، قال لك ان البتاع دوت بقى ابروفد فور اليوز في الادلت بوبيوليشن ويز تايب 1 دايابيتس، ويز تايب 1 دايابيتس. عايزك بس تعرف اسمه وتعرف هو طالع منين، عشان لو اتفاجئت باسمه في اي مكان. تاني حاجه والسؤال المهم، هل الميتفورمين ليه رول في التايب 1 دايابيتس؟ كلاسيكالي سبيكينج، كلاسيكالي سبيكينج تمام، الميتفورمين ملوش رول في التايب 1 دايابيتس، ولكن لقوا ان لو اضفنا الميتفورمين للبيشنت للانسولين في البيشنت ويز تايب 1 دايابيتس، ده بيساعدهم على ان هم ياتشيف فيفربل ليبيد بروفايل، وفي نفس الوقت بيساعدهم على ان هم ياتشيف ويت لوس، ولكن مش بيأثر على الاتش بي 1 سي. يبقى وجود الميتفورمين كاد اون ثيرابي تمام مش هيأثر على الجلايسيميك كنترول بتاعي في حاجه في البيشنت ويز دايابيتس، لان في الاساس العيان بتاعي مش مشكلته في الميتفورمين، مشكلته ان هو ما عندوش انسولين في الاساس. الميتفورمين هيساعد ان هو اتشيف ويت لوس ويحسن الليبيد بروفايل بتاعه، ولكن ملوش علاقه بالجلايسيميك كنترول، فالحته دي لازم تبقى واضحه. تمام، في مجموعه بقى من الميديكيشنز طالع بقى لها كام سنه كده وبتقود ثوره غريبه جدا في الميديسن اسمها الاس جي ال تي 2 انهبيتورز، اكيد كلكم سمعتم عنها، اللي هم صوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتورز. تمام، الناس دولت ما ينفعش استعملهم في التايب 1 دايابيتس، لان هم اسوشيتد ويز انكريز ريسك اوف دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. فخلي بالك من النقطه ديت والمعلومه دي، لان دي معلومه ايه معلومه مهمه. ده از ريجاردنج النون انسولين تريتمنت فور التايب 1 دايابيتس. نيجي بقى لقصه السيرجيكال دي، عشان برضه في الكوتشن بانكس العملاقه تمام زي الباس تيست كده هتلاقوا اسئله على الكلام ده. نعمل ايه في القصه ديت بقى، في القصه بتاعت ايه السيرجيكال تريتمنت دي؟ السيرجيكال تريتمنت برضه معتمد في الاساس على فهمك ليه يا صديقي العزيز، على فهمك ليه القصه بتاعت البيزك فيسيولوجي عندي. البيزك فيسيولوجي في التايب 1 دايابيتس قالت لك ايه؟ قالت لك كلمة يا دكتور عبد الله. كلمة ايه يا دكتور عبد الله؟ كلمة قدها واجدة كله. قال لك ان انا عندي absolute insulin deficiency. عندي مين يا اصدقائي الاعزاء؟ عندي absolute insulin deficiency. تمام، ليه؟ لان البيتا سيلز اوف ايلس اوف لانجرهانز اتدمرت ديسترويد باي ايه؟ باي الاوتو اميون سيستم او الاوتو اميونيتي. حلو الكلام. طيب اذا انا لو بدور على سيرجيكال اوبشن بالنسبه لي، يبقى الاوبشن المنطقي ان انا اعمل ايه؟ اجيب بيتا سيلز، استورد بيتا سيلز من بره، او استورد بنكرياس جديده. فبعمل حاجه اسمها بنكريات اند ايلت ترانسبلانتيشن. بنكريات اند ايلت ايه؟ اند ايلت ترانسبلانتيشن. بيجيب نتائج كويسه وبيعمل نورماليزيشن اوف البلاد جلوكوز وبيقلل المايكرو فاسكولار كومبليكيشنز، ولكن مشكلتنا الاساسيه اصدقائي الاعزاء في البليتليت في بنكرياس اند ايلت ترانسبلانتيشن ده، ان البيشنت بيريكواير لايف لونج اميونو سبريشن. هيريكواير ايه اصدقائي؟ هيريكواير لايف لونج اميونو سبريشن. تمام، طيب امتى هلجأ له؟ خلي بالك عشان الحته ديت هي اللي بيجي فيها الاسئله. امتى هلجأ له؟ هلجأ له وانا ضهري للحيطه. يعني ايه؟ يعني لو البيشنت بتاعي ده اللي هو عنده تايب 1 دايابيتس، خلي بالك من الانديكيشنز دي، لو البيشنت عنده تايب 1 دايابيتس ده
عن هيعمل في نفس الوقت سيمالتينيس رينال ترانسبلانتيشن. هيعمل ايه؟ سيمالتينيس رينال ترانسبلانتيشن، يبقى ساعتها ممكن اعمل له البنكرياس واي نت ترانسبلانتيشن. ده يبقى ده سيناريو وتخلي بالك منه. الحاجه الثانيه، لو العيان بتاعي بتاع التايب 1 ده بيديفلوب ريكرنت كيتو اسيدوزيس او سيفير هايبوغلايسيميا ديسبايت اوف ان هو ماشي على انتنسيف جلايسيميك تريتمنت. انتنسيف ايه؟ انتنسيف جلايسيميك تريتمنت. الحالتين دولت فقط هم اللي ممكن يجاستيفاي ان انا اعمل ايه؟ اعمل البنكرياس اند ايلت ايه؟ ايلت ترانسبلانتيشن. ده حلو الكلام. فخلي بالك يا صديقي العزيز من هذا السيناريو وهذا ايه؟ وهذا السيناريو الجاستيفيكيشن او الانديكيشن اوف البنكرياس اند ايلت ترانس اند ايلت ايه؟ ترانسبلانتيشن. خلي بالك من النقطتين دولت يا صديقي العزيز. الكلام الكليجي دوت عباره عن بقى ايه؟ سمري اوف ريكومنديشن اللي احنا قلنا لهم، ان احنا بالمختصر المفيد يا صديقي العزيز ان البيشنت ويز تايب 1 دايابيتس لازم بعالجه يا اما بمالتيبل ديلي انجكشنز، يا اما بحط له كونتينوس سبكيوتينوس انفيوجن اوف الانسولين، تمام؟ وان انا العيان ده بستعمل ايه؟ بستعمل معاه اللونج اكتنج از بيزل، وبستعمل ايه؟ بستعمل الشورت اكتنج از ابولس، وات ايفر الموديالتي اللي انا استعملتها او الابروتش اللي انا استعملته في البيشنت ده. حلو الكلام اصدقائي الاعزاء، تمام؟ طيب نيجي دلوقتي نتكلم على قصه تانية بقى، وده برضو الدنيا شويه فيها بتبقى ايه؟ فيها شويه كونفيوجن للناس. احنا نحاول نحل الكونفيوجن دوت فين؟ في ابسط الطرق الممكنه، اللي هو الفارماكولوجيكال ثيرابي فور ادلت ويز تايب 2 دايابيتس. حط كلمه في ودانك كده يا صديقي العزيز، ان حط كلمة في ودانك يا صديقي العزيز. والله يا دكتور عبد المجيد، دكتور عبد المجيد بيسأل هل الترانسبلانتيشن دي طريقة ناجعة؟ according to الكلام والريكومنديشنز هي طريقة ناجعة، تمام؟ تعمل نورماليزيشن وبتقلل المايكروفاسكولار كومبليكيشنز، لكن مشكلتها الوحيدة اللايف لونج اميونو سبريشن. فإذا بالتالي لو عندك انديكيشن تاني للاميونو سبريشن زي مثلا رينال ترانسبلانتيشن اعمل. لا ما عندكش انديكيشن ساعتها بيبقى الموضوع مختلف شوية. تمام؟ طيب اصدقائي الاعزاء، في البيشنت ويز تايب 2 دايابيتس خلي بالك من حاجه. يقول لك ايه؟ يقول لك ان بيشنت، ودي جمله كده حطها كده حلقه في قدام عينيك كده. بيشنت سبيسيفيك فاكتورز، خلي بالك من الكلام ده. بيشنت سبيسيفيك فاكتورز ذات افكت التريتمنت، ذات افكت التريتمنت او التشويس اوف تريتمنت، تمام؟ لازم تو بي تيكن انتو كونسيدريشن وانا بختار التريتمنت للعيان. يبقى انا اذا كان انا بالبيشنت بتاع تايب 1 انا مزنوق في زاويه الانسولين، ففي البيشنت وز تايب 2 انا عندي اوبشنز مختلفه للمانجمنت. ما دام عندي اوبشنز مختلفه لازم اشرك العيان بتاعي في الايه؟ في القرار. ده رقم واحد. رقم اثنين، في فاكتورز بتتدخل في اختياري للايه؟ في اختياري للانتي دايبيتيك ميديكيشنز بتاعي، زي مثلا الويت اوف ذا بيشنت، البريزنس اور ابسنس اوف اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيزز، البريزنس اور ابسنس اوف هارت فيلير، الرينال بروفايل او رينال فانكشن اوف ذا بيشنت. فبالتالي هنا الموضوع شويه هيبقى اصعب من التايب 1. التايب 1 يلا انسولين وخلاص، بيزل وبولس وخلصت القصه. انما في التايب 2 الموضوع مختلف. ليه؟ لان انا ادواتي كتير، الاوبشنز بتاعتي زادت. ما دام الاوبشن بتاعتي زادت يبقى ايه؟ يبقى الصعوبه هتزيد، تمام؟ طيب جنرالي سبيكنج يا جماعه، جنرالي سبيكنج رقم واحد في البيشنت ويز تايب 2، اول حاجه ويت ريدكشن، اول حاجه ويت ريدكشن، ده كورنر ستون في المانجمنت اوف البيشنت ده. لو ما خسش العيان بتاع التايب 2 دايابيتس ده هي ويل نوت اتشيف جلايسيميك كنترول. وانا اتحدى سيادتك ان تجيب لي واحد عنده تايب 2 دايابيتس وتخين وهي اتشيف جلايسيميك كنترول، مش هيحصل، مش هيحصل. ليه؟ لان الويت ريدكشن از فاندمنتال، فاندمنتال في المانجمنت اوف التايب 2 دايابيتس ميليتس. رقم اثنين، الفارماكوثيرابي بتاعي، الفارماكوثيرابي بتاعي لازم should be started as soon as التايب 2 دايابيتس is diagnosed. يعني انا مجرد ما ان انا جبت العيان ده وحطيته في الجدول بتاع الكرايتيريا بتاعت ال WHO ولقيت العيان دوت از تايب 2 دايابيتس، لازم البيشنت دوت استارت تريتمنت على طول من غير ما اتاخر عليه. رقم ثلاثه، البيشنت ويز تايب 2 دايابيتس اللي عنده استابليشد كارديو فاسكولار ديزيز
زي مثلا، وخلي بالك من الكلام اللي بقوله ده، ان يكون عنده مثلا هارت فيلير، او عنده كورونري ارتري ديزيز، او عنده سريبرو فاسكولار ديزيز، او عنده بريفر ارتيريال ديزيز، او عنده رينو فاسكولار ديزيز اللي ده اللي بنسموه اثيروسكليروتيك كاردي فاسكولار ديزيز، اي حاجه من الحاجات ديت تمام، او ان عنده ريسك فاكتور انه ان هو يديفلوب ده زي الهايبرتنشن والديابيتس والكلام ده كله والديسلبيديميا والكلام ده كله، العيان دوت لازم استعمل له ايجنتس بروفد ان هم بيمبروف او بيريديوس الكارديوفاسكولار ريسك. خلي بالك من الكلام ده صديقي عشان هنبني عليه دلوقتي استراتيجيه عميقه جدا. يبقى انا رقم واحد عندي ويت ريدكشن، رقم اثنين الفارماكوثيرابي بتاعي لازم استعمله او الانتي دايبيتيك ميديكيشن لازم استعملها as soon as diagnosis is established. رقم ثلاثه ان انا العيان اللي عنده اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز او عنده اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ريسك فاكتور، العيان دوت لازم استعمل له مجموعه معينه من الميديكيشنز اللي has been proven to reduce the cardiovascular risk. تمام يا جماعه؟ ماشي. مين بقى سيد هذا الموقف؟ الميتفورمين. قال لك الميتفورمين دوت شئت ام ابيت هو الفيرست لاين بتاعي. ليه؟ لان هو بيساعدني ان انا اتشيف تارجت اتش بي 1 سي، اتشيف جلايسيميك كنترول مظبوط، بيساعد ان هو يقلل الوزن ويت ريدكشن وبيقلل الكارديو فاسكولار مورتاليتي. فشوف الميتفورمين ده اللي طالع من الخمسينات لسه لغايه دلوقتي هو يعتبر ايه؟ هو يعتبر الفيرست لاين بتاعي. الجدول اللي قدام سيادتكم ده في كل ايه؟ في كل الايه؟ الميديكيشنز بتاعتي اللي هم الاس اي جي ال جي ال تي 2 انهبيتور والكلام ده كله، تمام؟ طبعا احنا اللي يهمنا في هذا الكلام، اللي يهمنا في هذا الكلام وخلي بالك من السيناريوهات اللي بتيجي هنا، البوزيشننج بتاع الميديكيشن بتاعك ايه؟ والسايد افكت بتاعه عامل ازاي؟ يبقى انت عشان لما تيجي تذاكر الجدول ده تمام؟ ما تقعدش تتوه بقى في وسط الخزعبلات دي. رقم واحد البوزيشننج بتاعك فين؟ رقم اتنين السايد افكت بتاعتك ايه؟ حلو الكلام؟ الحته التالته بقى اللي تعرفها الجي اف ار بتاع العيان، مين الميديكيشن اللي اقدر استعمله في عيان عنده رينال امبيرمنت ولغايه قد ايه؟ ماشي يا صديقي العزيز؟ تمام؟ احنا مش هتكلم فيه المره دي، انا هسيبه للكلام للمره الجايه، تمام؟ ليه؟ لان انا عايز بس اكونسوليديت مجموعه من الافكار المره دي تبقى ثابته في دماغك كويس. حلو، بس هي دي لستة الميديكيشنز بتاعتي. انا ليه حاططهم لسيادتك؟ عشان اواجه لحضرتك كميه الاختيارات العظيمه اللي موجوده قدامك، وبالتالي كل ما زادت الاختيارات كل ما زادت ايه؟ كل ما زادت المسؤوليه. تمام، عندي اس جي ال تي 2 انهبيتورز، عندي جلوكاجون لايك بيبتايد 1 ريسبتور اجونست، عندي الدي بي بي 4، عندي السيازو ليدينازون، وعندي السلفوناريريا، وعندي كل حاجه. تمام، مش مهم عندي دلوقتي ان انت تقعد تضيع نفسك في الحاجات الصغيره دي، تمام؟ انا المهم عندي ان انت تعرف ايه؟ تعرف الابروتش بتاعك اللي هو ده. اللي هو ايه؟ اللي هو ده. ده بقى اللي بيوقع الناس كلها ايه؟ في كونفيوجن. حلو الكلام؟ امشي معايا كده ايه؟ خطوه خطوه واحده واحده يا دكتور عبد الله، تمام؟ عشان تفهم احنا ازاي هنبدا الابروتش العيان بتاعنا. بص بقى صديقي العزيز، بص كاتب لك ايه هنا في الاول؟ قال لك رقم واحد هيلثي بيهيفير، يعني ايه؟ خس شويه. دايابيتيك مانجمنت اديوكيشن متشكرين، سوشيال ديترمينانس ماشي يا عم متشكرين. حلو تمام، بص بقى قال لك ايه. بص انا عندي هنا اتنين جولز اساسيين في المانجمنت اوف تايب 2، وشوف بقى انا عشان الاتنين جولز دول هعمل ايه علشانك انت تتحدى اي ايه؟ اتحدى اي مستحيل. ماشي، عارف الاغنيه دي دكتور عبد الله؟ مش عارفها. علشانك انت تتحدى اي مستحيل، طبعا انت بقى ساذج لو اتحديت عشان حد، يعني ركز في نفسك. تمام، انا عندي هدفين. الهدف الاولاني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل كارديو رينال ريسك ريدكشن في البيشنت ات هاي ريسك. كارديو رينال ريسك ريدكشن في البيشنت مين؟ في البيشنت ات هاي ريسك. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ان انا اتشيف اند مينتين جلايسيميك اند ويت ايه؟ اند ويت جولز. تمام، بص يا صديقي العزيز، انا قلت لسيادتك واحنا اول خالص ما اتكلمنا قلت لك ان الدايابيتس از ا يونيفرسال ايه؟ از ا يونيفرسال ديزيز، صح؟ وقلت لحضرتك ان الهايبر جلايسيميا از اونلي وان اسبيكت اوف الايه؟ اوف الدايابيتس، صح؟ وقلت لحضرتك ان الدايابيتس شود بي كونسيدرد از ا فاسكولار ايه؟ ا فاسكولار ديسبوت.
ماشي. في كونسبت طلع من اوائل الالفينات، تمام، سنه 2002 2003، طلع اسمه ايه؟ اسمه بيوند هايبرجليسيميا. يعني ايه؟ او بيوند هايبرجليسيميا يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني انا لما باجي بتعامل مع العيان بتاع الدايبيتس ده، انا مش بتعامل مع العيان ده على اساس ان هو رقم سكر، تمام، ولكن بتعامل مع العيان ده على اساس ان انا بايه، ان انا بتعامل معاه من جلوبال برسبكتيف، ببص عليه بصه من جلوبال، تمام. لان انا لقيت ان الجلايسيميك كنترول لوحده مش كفايه، لان انا عندي فيه كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز او كارديو رينال ريسك فاكتورز، اللي هي بتبقى مانيفستيشن اوف المايكرو فاسكولار وماكرو فاسكولار كومبليكيشنز اللي موجوده عندي. فتحول الكونسبت بتاع الابروتش تو ذا بيشنت ويز دايابيتس من ان انا بمجرد بس بكنترول الفاستنج بلاد جلوكوز، ان انا بحاول ادجست ايه؟ ادجست بقيه البيشنت از هو، تمام؟ يعني انا بظبط العيان كله، ماشي؟ طيب قلنا في الاول من ان احنا بنتكلم في التايب 2، اول ما اتكلمنا قلنا ان في فاكتورز معينه بتتدخل في التشويس اوف الايه؟ اوف الانتي دايابيتيك ميديكيشنز بتاعي. واحده من الفاكتورز دي السيتنج او الكلينيكال كونتكست بتاع العيان بتاعي ده. يعني هل العيان ده عنده استابليشد كارديو فاسكولار اسيوسكليتيك كارديو فاسكولار ديزيز ولا ما عندوش؟ هل العيان ده عنده ريسك اوف اسيوسكليتيك كارديو فاسكولار ديزيز ولا ما عندوش؟ تمام؟ وده مهم ان انت تعرفه في العيان بتاع السكر بتاعك، ان هل هو عنده اسيوسكليتيك كارديو فاسكولار ديزيز ولا ما عندوش؟ ولا هو ات ريسك اوف الاسيوسكليتيك كارديو فاسكولار ديزيز ولا ما عندوش؟ طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في التشويس اوف الايه؟ التشويس اوف الميديكيشن. البيشنت اللي عنده established atherosclerotic cardiovascular disease او على الاقل at risk of ان هو يديفلوب الاسيوسكليتيك كارديوفاسكولار ديزيز، تمام، البيشنت ده لازم ابتدي معاه حاجه من الاثنين دول، تمام، يا اما ابتدي معاه جي ال بي 1 اللي هو جلوكاجون لايك بيبتايد 1 ريسبتور اجونيست، بس يكون ليه بروفن كارديوفاسكولار ريسك بينفيت، او ان العيان دوت ابتدي له اس جي ال تي 2 انهبيتور. الاس جي ال تي 2 انهبيتورز اللي افيلبل الموجودين، اللي هو سواء الامباجليفلوزين او الدابجليفلوزين، الاثنين بروفن ان هم ليهم بينفيت فروم كارديو فاسكولار برسبكتيف. حلو الكلام. يبقى اذا صديقي العزيز لو جالي في السؤال بتاع الدايبيتس قال لي ان العيان ده عنده كارديو فاسكولار، عنده كورونري ارتري ديزيز، عنده اسكيميك ارتري ديزيز، بريفر ارتيريال ديزيز، هيستوري اوف سيربو فاسكولار ستروك، كاروتيد ارتري ديزيز، تمام، اي حاجه من الحاجات ديت، يبقى العيان ده لازم ابتدي على واحد من الاثنين دول. ماشي يا دكتوره سكينه. الحاجه الثانيه، لو العيان ات ريسك من الحاجات ديت، ات ريسك ان هو يديفلوب اسيوسكليتيك كارديو فاسكولار زي مثلا سموكر، ديسليبيديميا، عنده البيمنوريا، عنده رينال امبيرمنت، اي حاجه من الحاجات دي، يبقى برضه العيان دوت هيبقى كانديديت ان انا ابتدي ايه؟ ابتدي حاجه من الاثنين دول. طب لو انا ابتديت حاجه من الاثنين دول والعيان بتاعي الحزين ده is not achieving ايه؟ is not achieving it target. لو هو بياخد اس جي ال تي 2، تمام؟ يبقى هقاد مين؟ هقاد الجي ال بي 1 ار اي. ولو هو بياخد الجي ال بي 1 ار اي اضيف له مين؟ اضيف له الاس جي ال تي 2. حلوه اللعبه دي ولا وحشه؟ حلوه ولا وحشه؟ سهله ولا صعبه؟ سهله ولا صعبه؟ ما ترد عليا يا دكتور عبد الله، لازم اغني لك عشان ترد. سهلة ولا صعبة؟ معايا؟ سهل سهل. حلو الكلام. الدكتور اف زد، اسمك ايه دكتور عشان اتشرف بيك؟ دكتور اف زد، نوت ويل اندرستود. ما انت عمال تفكر في الجواز يا دكتور عبد الله. ماشي يا دكتور فوز. دكتورة فوز اهلا بيك. يا دكتور عبد الله عمال تفكر في الجواز، سيبك من الجواز يا دكتور عبد الله دلوقتي، والنبي هتندم هتندم. اسمع كلام اخوك، انا جاي لك من المستقبل الساحق الصحيح، تمام، جاي لك من سنه 2050. ماشي. المهم بص يا صديقي العزيز، بص يا جماعه، انا زي ما قلت لسيادتك عشان الحته دي لازم تتفهم، انا زي ما قلت لسيادتك في الاساس، في الاساس وانا بعالج البيشنت ويز تايب 2، انا مش بعالج سكر بس، انا بعالج بيشنت بالكامل. فانا بعمل بروبر اسيسمنت الاول للعيان ده، هل العيان اللي عندي ده از عنده هيستوري اوف اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، او عنده ريسك فاكتور اوف اسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز؟ اه، يبقى ساعتها
التشويس بالنسبه لي هيبقى بين الاس جي ال تي 2 انهبيتورز والجي ال بي 1 ار اي اللي هو ريسبتور اجونست. حلو الكلام. طب انا بدات بده او بدات بده، وبعدين جيت اشوف الراجل ده بعد 3 شهور از اتشيفنج التارجت ولا لا، لقيته از نوت اتشيفنج التارجت، اعمل ايه؟ قال لك اضيف الاثنين على بعض، اضيف الاثنين على بعض. بمعنى لو هو بياخد اس جي ال تي 2 انهبيتور اروح حاطط عليه الجي ال بي 1 ار اي، طب لو هو لو بياخد الجي ال بي 1 ار اي اضيف عليه ساعتها مين؟ الاس جي ال تي 2. سهله ما فيهاش حاجه، ركز يا دكتور عبد الله. حلو الكلام. طيب ماشي. طيب لو قال لك العيان ده ستيل نوت اتشيفنج التارجت، ستيل نوت اتشيفنج التارجت، اعمل ايه؟ قال لك اعمل ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك تابعني بعد الفاصل. تابعني بعد ايه يا دكتور عبد الله؟ تابعني بعد الفاصل، ثانيه واحده خليك معايا. طيب لو العيان بتاعي ده عنده هارت فيلير ودايابيتس وتايب 2 دايابيتس، نستعمل مين؟ قال لك رفعت الاقلام وجفت الصحف، سمعت كلمه هارت فيلير في تايب 2 دايابيتس اكوردنج تو جايد لاين اس جي ال تي 2 انهبيتورز. اس جي ال مين؟ ال تي 2 انهبيتورز، تمام؟ دي موجوده في الجايد لاينز، تمام؟ موجوده از فاونديشن ميديكيشن اوف الهارت فيلير. وهقول لحضرتك معلومه ثانيه، الاس جي ال 2 انهبيت ال تي 2 انهبيتورز ار انديكيتد ان هارت فيلير ايفن اف ذا بيشنت از نوت دايابيتيك، ايفن اف ايه؟ ذا بيشنت از نوت دايابيتيك. ماشي. طيب ايه السيتويشن الثالث؟ السيتويشن الثالث ان العيان بتاعي يكون عنده كرونيك كيدني ديزيز، ان العيان يكون عنده ايه؟ عنده كرونيك كيدني ديزيز. اعمل ايه بقى في الراجل العيان ده اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز؟ قال لك ممكن استعمل معاه اس جي ال 2 انهبيتورز او استعمل معاه مين؟ الجي ال بي 1 ار اي، تمام؟ يبقى هنا هستعمل برضه يا اما الاس جي ال تي 2 انهبيتورز يا اما استعمل معاه مين؟ استعمل الجي ال بي 1 ار اي. خلاص عندي شرط، الشرط ان الجي اف ار بتاعي يبقى اكتر من 20. يبقى اكتر من ايه؟ اكتر من 20. طب لو اقل من 20 اقول لك تابعني بعد الفاصل. حلو الكلام. يبقى خلي بالك من الرقم بتاع الجي اف ار دوت في البيشنت اللي انا هحطه على اس جي ال تي 2 انهبيتور. ليه؟ لان الناس دولت بيعملوا هنا الامبيرمنت. اه هو ترانزينت بس ممكن يبقى مشكله. ماشي. حلو الكلام. يبقى انا اصدقائي الاعزاء عشان الحته دي تبقى واضحه، الجنب ده كله اللي انا بقلل فيه الكارديو رينال ريسك ريدكشن ده اعتمد على دوايين اساسيين، يا اما جي ال بي 1 ار اي يا اما اس جي ال تي 2 انهبيتورز، تمام؟ لو العيان اسيوسكليتيك كارديو فاسكولار ديزيز او اسيوسكليتيك كارديو فاسكولار ريسك، العيان ده يحطه على واحد من الاثنين. طب لو واحد من الاثنين فشل احط له اخوه معاه، يبقى كومباينيشن من الاثنين. ماشي. طيب لو العيان بهارت فيلير، هارت فيلير ودايابيتس، يبقى اس جي ال تي 2 على طول. طب لو عيان عندي كرونيك كيدني ديزيز احط له اس جي ال تي 2، تمام؟ بس بشرط ان الجي اف ار بتاعه يبقى اكتر من 20 او احط مين؟ او احط جي ال بي 1. طب لو العيان بتاعي ده از نوت اتشيفنج التارجت، تمام؟ از نوت اتشيفنج التارجت، ساعتها هعمل ايه؟ قال لك ساعتها consider incorporating الاثنين دول. يعني ايه؟ يعني لو هو ماشي نفس المثال الاولاني، لو هو ماشي على اس جي ال تي 2 نوت اتشيفنج التارجت احط معاه الجي ال بي 1 ار اي، طب لو هو ماشي على الجي ال بي 1 ار اي يبقى كومباين الاثنين دول مع بعض. يبقى انا هنا عندي حالتين من ايه؟ حالتين للكومباينيشن اوف ايه؟ اوف الاثنين دول. خلي بالك الموضوع ده ستيب وايز ابروتش، مفيش خطوه تنفع قبل ايه؟ قبل الثانيه. طيب انا مشيت الطريق ده كله، تمام يا دكتور عبد الله، وفي الاخر ام نوت اتشيفنج ايه؟ ام نوت اتشيفنج التارجت، اعمل ايه؟ هقول لك تابعني بعد الفاصل، اصبر شويه. طيب يبقى انا هنا عندي الهدف الاولاني ان انا اعمل ايه يا دكتور ريهام؟ الهدف الاولاني ان انا اعمل ريدكشن اوف الكارديو رينال ريسك. طب ايه الهدف الثاني؟ الهدف الثاني ان انا اعمل ايه؟ اتشيف جلايسيميك كنترول اند ويت ايه؟ اند ويت ريدكشن. اتشيف جلايسيميك كنترول اند ويت ريدكشن. الجلايسيميك مانجمنت بتاعي قال لك في الاساس عندي، الاساس عندي مين؟ الاساس عندي هو الميتفورمين، واضيف عليه اي حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عليهم دول. اضيف عليه مين؟ اضيف عليه اي حاجه من اللي انا اتكلمت عليهم دول في الاول، تمام؟ طيب ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه قال لك طب لو انا عطيت للعيان ده، لو عطيت للعيان بتاعي ده حطيت له ميتفورمين وضفت له اي حاجه من الحاجات الثانيه اللي موجوده عندي دي، تمام؟ والبيشنت بتاعي ستيل نوت اتشيفنج ايه؟ نوت اتشيفنج التارجت بتاعي ده، تمام؟ ساعتها هعمل ايه؟ قال لك ممكن نستعمل بقى الكلام اللي قدامك ده، تمام؟ يا اما نستعمل دي جلوتايد، يا اما حاجه اسمها سيمي جلوتايد، يا اما نحط انسولين وهنشوف السكه بتاعتنا عامله ازاي،
يا اما نلجا بقى للاضافات التانيه زي الجي ال بي 1 والار اي والقصه دي كلها. حلو الكلام؟ طيب نفس القصه هنا عشان تاتشيف الويت برضه هنعتمد على مين؟ هنعتمد على الميتفورمين في مساله اتشيف الويت ده، وان انا اخلي العيان يعمل اكسرسايز والقصه دي كلها، وبعدين اقول للعيان ده ايه؟ ممكن يعمل بارياتريك سيرش والكلام ده كله. طب فشل؟ قال لك فشل يبقى نختار ان احنا ناد اون من المجموعه دي. ناد اون منين؟ من المجموعه ديت، نفس القصه اللي تمت هنا بالظبط. طيب الحته اللي انا هقولها لحضرتك دي فاندمنتال بقى شويه. طيب لو انا بعد ما عملت القصص دي كلها واستعملت الميديكيشنز دي كلها فشلت ان انا ايه؟ فشلت ان انا اتشيف التارجت بتاعي، ساعتها هعمل ايه يا صديقي العزيز؟ ساعتها هضطر ان انا استعمل حاجه اسمها انجكتابل ايه؟ هضطر ان انا استعمل الانسولين او الانجكتابل ثيرابي. استعمل مين؟ الانسولين او الانجكتابل ثيرابي. خلي بالك معايا هنا في استعمال الانسولين والانجكتابل ثيرابي ده عشان ليه طريقه معينه برضه في الاستعمال. خلي بالك معايا في القصه بتاعت الانجكتابل ثيرابي والانسولين. بص يا صديقي العزيز، قال لك يا اما هتستعمل الجي ال بي 1 ار اي. تمام، بص عشان تفهم الحته دي، لو انا عيان دلوقتي بتاع تايب 2 والعيان بتاع التايب 2 ده انا مشيته على كل الاورال اللي احنا قلنا عليهم دول، والبيشنت بتاعي از نوت اتشيفنج التارجت، تمام، الخطوه اللي بعد كده ان انا هبتدي معاه انجكتبل ميديكيشنز. تمام، انجكتبل ميديكيشن زي مين؟ زي الجي ال بي 1 ار اي انهبيتورز. تمام، مش هخش بالانسولين على طول في العيان ده. يبقى العيان بتاع التايب 2، خلي بالك عشان الحته دي في السؤال وفي الحياه، العيان بتاع التايب 2 اللي انا استعملت معاه اورال انتي دايابيتيك ميديكيشنز في الاول وما قدرتش ان انا اتشيف التارجت ان سبايت اوف الكومباينيشنز اللي حطيتهم دول، الخطوه اللي بعد كده ان انا هحط انجكتبل ثيرابي اللي هو الجي ال بي 1 ار اي. تمام، انجكشن. حلو الكلام. قبل ما نعمل مين؟ قبل ما انا نستعمل اهو قال لك بريير تو انس. بريير تو ايه؟ بريير تو انس. طيب ركز معايا عشان ده ستيب وايز ابروتش. لو انا استعملت الاورال زائد الانجكتبل اللي هم الجي ال بي 1 ار اي ميديكيشنز ديت، حلو الكلام، وستيل نوت اتشيفنج التارجت، ابدا اد مين؟ قال لك ابدا اد بيزل انسولين. ابدا اد مين؟ اد بيزل ايه؟ بيزل انسولين، سواء البيزل انسولين ده كان انالوج او الان بي اتش، سواء كان البيزل انسولين كان انالوج والان بي اتش اللي اتكلمنا عليه في الاول. حلو الكلام. طيب لو انا ستيل نوت اتشيفنج التارجت ده، ستيل نوت اتشيفنج التارجت ده، هبدا ازود على البيزل انسولين ده ايه؟ قال لك ابدا ازود على البيزل انسولين ده بولس انسولين. ابدا ازود على البيزل انسولين ده ايه؟ بولس انسولين. شوف فهمت الترتيب يا صديقي العزيز؟ عشان بمنتهى البساطه ما تلخبطش نفسك، اول حاجه بدات باورال انتي دايابيتيك ميديكيشن، وبعدين عملت منهم كومباينيشن، وبعدين استعملت الانجكتبل جي ال بي 1 ار اي، وبعدين استعملت الايه؟ استعملت البيزل انسولين، وبعدين هتستعمل مين؟ وبعدين تستعمل البولس ايه؟ البولس انسولين. حلو الكلام؟ يبقى ده الشجره بتاعتك عشان الناس لما بيجي لها في الامتحان وتتلخبط، تمام؟ هي دي الشجره اللي انت هتمشي عليها. تفاصيلها بقى ما هي الا تفاصيل، ولكن هو ده عندي ايه؟ ده عندي الاساس اللي حابني عليه الابروتش بتاعي في البيشنت. فاهم ماشي يا جماعه؟ الحته دي مفهومه ولا نعيدها تاني؟ 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 تلخبط شويه. انا عارف ان هي تلخبط. امسك ورقه وقلم واكتب معايا، معلش اكتب ورقه وقلم، امسك ورقه وقلم واكتب معايا. رقم واحد جنرالي سبيكنج اهو، تمام عشان ما تلخبطش. رقم واحد ده مش صدى صوت، ده انا بقول. رقم واحد، استعملت اورال انتي دايابيتيك ميديكيشنز سواء لوحده او ان كومباينيشن، يعني يا اما مونو ثيرابي يا اما كومباينيشن ثيرابي اكوردنج للسيتويشن اللي انا محطوط فيه. رقم اثنين، از نوت اتشيفنج التارجت، از نوت اتشيفنج التارجت، هحط مين؟ هحط جي ال بي 1 ار اي. طب اف نوت اتشيفنج التارجت بعد ما حطيته هحط مين؟ هحط بيزل انسولين. طب اف نوت اتشيفنج التارجت بعد ما حطيته هحط بولس انسولين. سهله كده ولا صعبه؟ كده وضحت يا جماعه ولا لا؟ يا دكتوره مياده، الدكتوره مياده،
الدكتورة أشواق صاحبة المدافع. تمام يا دكتور أشواق، برافو عليك. دكتور أشواق الاثنين، عشان ده بروجريسيف ديزيز ولازم نهند الرقم بتاعنا اللي احنا عايزين نوصله. أحسنتي، برافو عليك. دكتورة أشواق عقلية موسوعية. حلو الكلام؟ طيب. ماشي؟ واضحة كده؟ طيب، خد معايا بقى الكلمتين دول اللي هم الفينالة بقى بتاعت الموضوع. قال لك إيه؟ زي ما دكتورة أشواق قالت لنا في الشات بوكس، قالت لنا تايب 2 إز بروجريسيف ديزيز. فبالتالي لازم دايما أعمل هانتنج للتارجت بتاعي عشان أمنتين الجلايسيميك تارجتس بتاعتي، والمينتننس ده والأكواير كومباينيشن سيرفي. رقم اتنين، ان التريتمنت انتنسيفيكيشن، التريتمنت انتنسيفيكيشن ده لازم يبقى تيلورد اكوردنج تو العيان، ومش شرط ان انا امشي سيكوينشال في الالجوريزم اللي احنا اتكلمنا عليه ده، انا ممكن اغير فيه اكوردنج تو السيتويشن اللي انا محطوط فيه. تمام؟ انيشيالي الناس بتاع دايما بتسال استعمل مونو ثيرابي ولا استعمل كومباينيشن ثيرابي؟ قال لك الكومباينيشن ثيرابي هيأتشيف او هيعمل لك رابيد اتينمنت او رابيد اتشيفمنت اوف الجلايسيميك كنترول بتاعك. تمام؟ وفي نفس الوقت بيساعدك على ان انت ليتر اون تمنتين الجلايسيميك كنترول بتاعك ده، تمنتين ايه؟ الجلايسيميك كنترول بتاعك ده. ارجع واقول لك برضو حاجه تانيه، ان اختيارك او التشويس اوف الميديكيشن بتاعك ده بيعتمد على حاجات كتير جدا، منها البيشنت كاركترستيك، منها ايكونوميك ستاتس اوف ذا بيشنت، السوشيال ستاتس اوف ذا بيشنت، والافيلابيلتي اوف الميديكيشنز اللي احنا بنتكلم عليها دي. لازم اخلي بالي وانا بختار الميديكيشنز بتاعتي ان من البروفايل بتاع البيشنت از هول، سواء الميديكال او السوشيال او الايكونوميك بروفايل بتاع البيشنت ده، لان انا ما ينفعش اكتب له دواء غالي هيجيبه مره ويبطله بعد كده، لازم اكتب له دواء مناسب لظروفه، ايه؟ لظروفه الماديه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم اشوف العيان بتاعي ده هل عنده استابلشد كارديوفاسكولار ديزيز، هل عنده كرونيك كيدني ديزيز، هل عنده هارت فيلير، هل البيشنت ده اوبيز، هل عنده نون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز، هل عنده سيروزس، هل عنده استياتو هيباتوزس، ودايما افكر فيه في السيفتي بتاعت البيشنت. ليه؟ لان انا قلت لسيادتك في الاول وفي الاساس وصاحب الاحساس الدكتور عبد الله قال لنا ايه؟ قال لنا في الاساس عندنا حاجتين مهمين جدا انا بعتمد عليهم از استراتيجي في البيشنت او فيجن بالنسبه للبيشنت ويز دايابيتس. رقم واحد ذا افكتيفنس، رقم اثنين ذا سيفتي اوف ايه؟ سيفتي اوف البيشنت. حلو الكلام؟ طيب نلخص الابروتش معانا ونقول ان لو انا عندي عيان عندي تايب 1 تايب 2 دايابيتس واستابلشد كارديوفاسكولار ديزيز او عنده انديكيتور او ريسك فاكتور اوف كارديوفاسكولار ديزيز، العيان ده هبتدي له بمين؟ الاس جي ال تي 2 انهبيتورز او الجي ال بي 1 ار اي. تمام؟ حلو الكلام؟ ما رقم واحد. رقم اثنين، لو العيان ده ما عندهوش الميديكيشنز بتاعتي هختارها اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو البروفايل بتاعت البيشنت، الويت عند الاوبيستي بتاعته، عند ريسك اوف هايبوغلايسيميا، السوشيال ستيتس، الايكونوميك ستيتس بتاعت ايه؟ بتاعت البيشنت. بالنسبه للانسولين ريجيمنت بتاعتنا هنا لن تختلف كثيرا عن ايه؟ لن تختلف كثيرا عن الانسولين ريجيمنت الثانيه، ان انا ممكن استعمل بيزل انسولين وممكن استعمل ايه؟ ممكن استعمل ما يمكن استعمل بولس انسولين. بس انا امتى بلجا بقى للبيزل انسولين وبستعمل بلجا ممكن الجا للبولس؟ الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، ان انا بلجا للبيزل بعد ما احط كومباينيشن اورال الاول وبعدين احط الجي ال بي 1 ار اي، فشل اروح لاجئ للبيزل. طب امتى الجا للبوست برانديال او البولس؟ لو كل الكلام اللي فوق ده ايه؟ كل الكلام اللي فوق ده فشل. تمام؟ عاده الناس بتستعمل كومباينيشن اوف البيزل انسولين مع النون انسولين انجكتبل زي ما قلنا، تمام، اللي احنا اتكلمنا عليهم، او ممكن نستعمل بيزل انسولين مع ايه؟ مع البولس انسولين بتاعه. تمام؟ لا تنسى يا صديقي العزيز، لا تنسى يا صديقي العزيز، اول ما تعمل انيشيشن اوف الكومباينيشن ثيرابي الميتفورمين بتاعك او انجكتبل ثيرابي الميتفورمين بتاعك لازم يستمر. خلي بالك من الحته دي، لو انت بادئ في الاساس مع ميتفورمين مع حاجه اورال ثانيه لازم الميتفورمين بتاعك يستمر، ولكن لازم هتوقف السلفونايل يوريا او الدي بي بي 4. ليه؟ لان انت هنا هتزود الريسك اوف الهايبوغلايسيميا في البيشنت ده. لو البيشنت از اتشيفنج سب اوبتيمال بلاد كنترول، بارتيكولري البيشنت اللي بيحتاج لارج دوزز اوف الانسولين، لازم استعمل معاه سايزو لايدينازايون او اس جي ال 2 انهبيتورز عشان امبروف الايه؟ امبروف الجلايسيميك كنترول. الكلام اللي قدام حضرتك ده كله ما هو الا تلخيص لايه؟
تلخيص للقصص اللي احنا اتكلمنا فيها فوق. حته مهمه لازم اقول لك عليها قبل ما اخلص الفارماكولوجيكال ابروتش في البيشنت ويز تايب 2 دايابيتس، امتى نستعمل الانسولين؟ لان هو ده بيبقى سؤال مهم جدا. The early introduction of insulin should be considered if there is evidence of ongoing catabolism. يعني البيشنت عنده ويت لوس او عندي symptoms of hyperglycemia on presentation او ال HbA1c بتاعي اكتر من 10 او البلاد جلوكوز بتاعي اكتر من 16.7. شايف الباراجراف اللي قدامك ده؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. امتى ابتدي الانسولين ايه؟ امتى ابتدي الانسولين ايرلي في بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس؟ حلو الكلام؟ هنا ساسكت بقى ايه؟ ساسكت كثيرا. ليه؟ لان المحاضره خلصت النهارده. المره الجايه اصدقائي الاعزاء ميعادنا يوم الاثنين. ميعادنا يوم الاثنين الساعه 9 مساء عشان نكمل ايه الدايابيتس. هل في حد واجه صعوبه حتى الان في الدايابيتس؟ هل حد عنده مشكلة؟ هقولوا لي اه ولا لا؟ اه حد عنده مشكلة؟ ما حدش دكتور، الورق ده، الداتا دي، الورق ده ممكن مين معايا هيبقى الأول؟ مين موجود معايا الأول؟ معاك عبد التواب. أهلا دكتور عبد التواب. هو بس عشان زي ما قلت لحضرتك احنا مش بنستعمل المايك، فلو عندك حاجة بتسأل عليها في الشات بوكس تمام بتكتبها لي وانا برد عليك، عشان بس ماشي الانتجريتي بتاعت المحاضره. ماشي الورق دوت بيبقى بيتحط على الويب سايت، الورق ده بيتحط على الويب سايت مع المحاضره ان شاء الله. تمام. اشكركم اصدقائي الاعزاء، شكرا جزيلا جدا 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 على وجودكم النهارده. الزملاء اللي معانا في الكورس يوم الاثنين الجاي الساعه 9 مساء محاضره بتاعت تكمله الدايابيتس، يوم الخميس امتحان عن الاندوكرينولوجي والهيماتولوجي للناس اللي خدت الاندو والهيما، يوم الجمعه جنرال ريفيجن على الاندوكرينولوجي، وهيبقى بدايه اسبوع الجي اي تي. شكرا جزيلا واشكركم، وتصبحوا على خير اصدقائي الاعزاء.